بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي مجددا في هذا اليوم الأغر، يوم عظيم من أيامنا الوطنية التي يقول فيها رب العزة: وذكرهم بأيام الله، وذكرهم بأيام الله. اليوم 6 نوفمبر، جميع المغاربة يستحضرون حدثا وطنيا عظيما لا زال وسيبقى راسخا في الأذهان والقلوب. إنه ذكرى المسيرة الخضراء المضفرة التي تمت سنة 1975 للميلاد. لا شك أن المملكة المغربية تعرف أحداث تاريخية وسياسية واجتماعية تميزها عن باقي الدول المجاورة، ويعتبر حدث المسيرة الخضراء من أهم الأحداث التي عرفتها مملكتنا الشريفة في القرن 20، والتي تعتبر درسا مهما للعالم في السياسة والسلم العالمي. لقد تمت هذه المسيرة المضفرة من أجل إعادة الأقاليم الصحراوية إلى المملكة المغربية بعد استعمارها من طرف إسبانيا. وجميعنا يستحضر تلك اللحظات الحاسمة حينما تم إعطاء الإشارة لانطلاق المسيرة الخضراء من قبل المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله تراه في 6 نوفمبر 1975. في مثل هذا اليوم انطلقت هذه المسيرة للتعبير عن مدى تعلق الشعب المغربي باستكمال وحدته الترابية. وبناء على حقائق تاريخية وبشرية أقرتها محكمة العدل الدولية بلاهاي حينما صرحت بوجود روابط البيعة بين سكان تلك الأقاليم الجنوبية وبين ملوك المغرب، وبناء على تشبث إخواننا بالجنوب بمغربيتهم بمن فيهم أغلبية المحتجزين في مخيمات تندوف. جميعنا يستحضر ذلك الحدث العظيم، ولعل أولادنا وشبابنا ممن ولدوا قبل هذا السن لم يعيشوا تلك الأجواء. ونستحضر حينما بلغ عدد المغاربة الذين شاركوا في المسيرة المضفرة 350 ألف مواطن ومواطنة. وطبعا هذا العدد لم يكن عددا اعتباطيا، وإنما هو العدد الذي اختاره جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله تراه. اختار هذا العدد بعناية، فهو يساوي عدد الولادات بالمغرب في تلك الفترة. في الحقيقة لم يكن الأمر صعبا على الملك لإقناع كل تلك الحشود للذهاب للصحراء، فالعلاقة الوطيدة بين العرش العلوي المجيد وبين الشعب المغربي الحبيب، وعلاقة الحب والاحترام التي يتمتع بهما آنذاك جلالة الملك للشعب المغربي، جعل الأمر وكأنه بديهي ومفروغ منه. وما كان لقائد آخر في العالم أن يتمكن من جمع ذلك العدد بسهولة إلا أن تكون له منزلة رفيعة في قلوب شعبه، ويحظى بحظ كبير من الاحترام والتقدير. نستحضر جميعا أيها الأحباب، في 5 نوفمبر حينما وجه جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله تراه
من قصر البلدية بأكادير خطابا للشعب المغربي الوفي، أعلن فيه انطلاق المسيرة. وبدأت المسيرة من طرفاية، وشارك فيها المغاربة بحماس شديد 350 ألف مواطن ومواطنة مغربية، إضافة إلى مشاركة كل من سفراء المملكة العربية السعودية والأردن وقطر والإمارات وسلطنة عمان والسودان والجابون ووفد من السنغال، بالإضافة إلى الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي. جميعنا أيها الأحباب نستحضر تلك اللحظات الحاسمة حينما انطلقت المسيرة والمتطوعون تسلحوا بالقرآن الكريم، يحملون في أيمانهم كتاب الله عز وجل، ولم يحمل خلال تلك المسيرة السلمية أي سلاح تأكيدا على سلميتها. انطلقت تلك المسيرة بقدر كبير من الانتظام والدقة، وعبرت حدود الصحراء وتوغلت لمسافة 15 كيلومتر، وأدى نجاحها الشعبي والإقليمي والعالمي إلى إعادة التوازن في الموقف الإسباني تجاه المشكلة. فبعد أن بدأت الاتصالات بين إسبانيا والمغرب ظهر خلالها تغيير واضح في الموقف الإسباني، ولذلك أصدر جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله تراه أوامره بعودة المتطوعين في المسيرة إلى طرفاية مؤقتا حتى يتم التوصل إلى حل سلمي للمشكلة. هذا بخلاصة شديدة أيها الأحباب الكرام، تذكير بهذا الحدث الوطني العظيم الذي يخلده المغاربة اليوم. وهذه المسيرة جاءت مستوحاة من واقع الهجرة النبوية الشريفة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وكانت سلمية لا تحمل سلاح ولا تبغي سفك دماء، وإنما تريد الحوار وتسعى إلى جمع الشمل ونبذ التفرقة بين المواطنين في الشمال وفي جنوب المملكة. فنسأل الله تعالى العلي القدير في القريب العاجل أن يتم نعمته على بلادنا المغرب، ويتوحد شماله بجنوبه، وحتى يكون هذا البلد الأمين يحظى بمزيد من التقدم والاستقرار والأمن والازدهار. كذلك أيها الأحباب، من جهة أخرى، لا شك أنكم جميعا تلمسون بأن بلادنا المغرب يعاني في هذه الأيام من قحط شديد، وأن الأرض تشعر بالعطش، ونحتاج جميعا إلى قطرات الماء. وجريا على سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل من حبس المطر في البلاد إلا وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بإقامة صلاة الاستسقاء. وإن شاء الله تعالى فإن بلادنا المغرب سوف يعرف يوم غد بإذن الله الجمعة في الصباح الباكر إقامة صلاة الاستسقاء بكل الجهات والأقاليم. وهذا قرار من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله، الذي أراد أن تكون هذه الصلاة يطبعها الخشوع والتضرع إلى الباري جلت قدرته، بأن يسقي عباده وبهيمته وينشر رحمته ويحيي بلده الميت. فالله عز وجل هو الملاذ وهو المرتجى، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. وإن شاء الله تعالى للتذكير نجتمع جميعا أيها المؤمنون الصالحون غدا بإذن الله في المصليات على الساعة 9 صباحا
لكي نؤدي هذه الصلاة صلاة الاستسقاء بخشوع وتضرع. عسى ربنا جل جلاله أن يكرمنا وإياكم بأمطار الخير والبركات. ولا بأس أن نذكر بأن صلاة الاستسقاء هي صلاة نافلة تصلى طلبا لنزول المطر لينقطع الجفاف، وهي ركعتان تصليان جماعة بإمام. فكيفية صلاة الاستسقاء هي أن الناس يخرجون على بكرة أبيهم ذكورا وإناثا كبارا وصغارا، يخرجون إلى الخلاء إلى المصليات ويجتمعون خلف إمام، فالإمام يصلي بالناس ركعتين، الركعة الأولى بالفاتحة وسورة سبح سبح اسم ربك الأعلى، والركعة الثانية يقرأها بالفاتحة وسورة الغاشية هل أتاك حديث الغاشية. فصلاة الاستسقاء هي مثل صلاة العيد تماما، يكبر فيها الإمام سبعا في الركعة الأولى وخمسا في الركعة الثانية. الركعة الأولى يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبع مرات، والركعة الثانية يكبر خمس مرات. وطبعا صلاة الاستسقاء ليس فيها أذان ولا يشترط فيها أي أذان، بل ينادي فيها الصلاة جامعة الصلاة جامعة، ثم يخطب الإمام في الناس ويدعو الله عز وجل بأن يمطر مطر الخير، من ذلك أن يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء، لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنزل علينا الغيث اللهم أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين. يخطب الإمام، وحينما ينتهي من الخطبة يقوم بتحويل ردائه، إذا كان لبس العباء أو جلباب فإنه يزيل ذلك اللباس ويقوم بتحويله يقلبه على ظهره، وكذلك المصلون يفعلون يحولون أرديتهم بأن يجعلوا ما على أيمانهم على شمائلهم ويستقبلوا القبلة ويدعو الله تعالى رافعي الأيدي مبالغين في ذلك، يا رحمن يا رحيم اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. فالدليل من ذلك مما أخرجه الإمام الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا، أي لابسا ثياب العمل لباس بسيط لا ينبغي أن ندب إلى صلاة العيد أو إلى صلاة الاستسقاء ونحن نلبس أجود الثياب، لابد أن يكون اللباس مبتذلا لباس بسيط لباس فيه تواضع لله جل علاه. خرج صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا، أي غير مستعجل في مشيته. وفي الحديث أيضا عن عائشة بنت بكر أبي بكر رضي الله عنها قالت شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، الناس في عهد النبي في المدينة المنورة وقع لهم جفاف وبدأوا يشتكون من قلة المطر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمنبر فوضع له بالمصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج حين بدأ حاجب الشمس يعني في أول الضحى نخرج مبكرين، فكبر وحمد الله تعالى ثم رفع يديه فلم يزل يدعو، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس فصلى ركعتين.
فالخطبة في صلاة الاستسقاء قد تكون في قبل الصلاة وقد تكون بعدها، فكلاهما جائز. لكن الذي ينبغي التنبيه إليه أيها الأحباب الكرام أنه يستحب لنا جميعا قبل أن نخرج لصلاة الاستسقاء لا بد أن نتوب جميعا توبة نصوحا إلى الله، لا بد أن نجدد التوبة في قلوبنا أجمعين، نتوب إلى رب العالمين من الذنوب والخطايا التي ارتكبناها. فهذا هو أول سبب من أسباب نزول المطر. الله عز وجل ينزل المطر بأن نكثر من التوبة ونكثر من الاستغفار. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ثم علينا أيها الأحباب الكرام جميعا أن نكثر من الصدقات، فكل واحد منا يأخذ شطرا من ماله ويتصدق به على الفقراء والمساكين. كذلك يستحب الخروج من المظالم. أي إنسان كان ظالم لغيره لا بد أن يخرج من ظلمه، لا بد أن يلتمس الصفحة والتسامح من الذين آذاهم. ثم علينا المصالحة بين المتخاصمين، فإذا كان الإنسان على شنآن مع آخر هذه فرصته لكي نتصالح جميعا فيما بيننا حتى يتصالح الله تعالى معنا. ويستحب أيضا في السنة النبوية الشريفة أننا قبل أن نخرج إلى صلاة الاستسقاء علينا أن نصوم أياما، 3 أيام أو أقل أو أكثر. ونحن لله الحمد قمنا بصيام يوم عاشوراء وتسعاء ويوم 11، فنحن لازلنا حديث عهد بالصيام في هذه الأيام المباركة. ونخرج بإذن الله تعالى مع الصبيان ومع الشيوخ والعجائز والنساء والرجال، ويجوز إخراج حتى البهائم. وقع في الفقه الإسلامي أنه يجوز إخراج حتى البهائم والمواشي لأنها تحتاج إلى المطر. وحينما نخرج نخرج منكسرين متضرعين إلى الله عز وجل، ونبدأ بالاستغفار وبإبداء الندم. فيا أيها الأحباب الكرام، نحن في بلدنا المغرب، بلد مبارك فيه الخير وفيه الأمن وفيه الاستقرار، ونحتاج إلى الأمطار، أمطار النماء وأمطار البركة. فما علينا إلا أن نبدأ من الآن بالإكثار من الاستغفار. كل واحد منا يبدأ بقوله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، يقولها ويعيدها بلا عدد حتى يصبح بإذن الله. وحينما نخرج جميعا إلى الصلاة متضرعين مخاشعين ونرفع أكف الضراع إلى الباري تعالى بإذن الله، ما هي إلا لحظات أو أيام معدودات حتى يستجيب الله جل جلاله لعباده. فهيا بنا جميعا نستغفر الله تعالى ونتضرع إليه. كلام طيب مع الدكتور طيب كريبان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. عدنا إليكم مستمعي الأفاضل لنذكر بأرقامنا الهاتفية لمن أراد المشاركة في هذا البرنامج، وقد وضعنا رهن إشارتكم 4 أرقام هاتفية: 05-22-43-00-09 أو 05-22-46-72-50 أو 51-52. معنا مكالمة من إقليم مديونة مع أخونا مصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا، السلام عليكم سي كريبة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشكركم على هذا البرنامج القيم. الله يبارك فيكم. اللي يفيدنا في حياتنا اليومية. أكرمك الله. بغيت نتكلم معك على حساب البرنامج ديال قلوب رحيمة. أيه مرحبا. عندي واحد
جدة ديالي عنده واحد الكورة في العنق ديالها. إيه؟ وقال لي على الطبيب خصك تفتحي عليها وهي ما عندهاش مسكينة. إيه مرحبا. ودابا قال لي ست تحاليل خصها دير تحاليل وعطاها واحد المدة ديال عام. إن شاء الله تعالى ربي يجيب الشفاء بإذنه سبحانه وتعالى. إلا كانت محتاجة للمساعدة راه برنامج قلوب رحيمة الذي يبث على إذاعة ميد راديو كل جمعة من الثانية بعد الزوال إلى الرابعة فهو قد وضع لهذا الأساس. فأخويا مصطفى قل لهذه السيدة أنها تجي المقر ديال الجمعية مرفقة بالملف الطبي ديالها فوتوكوبي ديال الملف الطبي ديالها وبعض الوثائق غيطلبوها منها مثلا فوتوكوبي ديال لاكارت ناسيونال فوتوكوبي ديال الرماد يثبت بان ما عندهاش تغطيه صحيه وان شاء الله تعالى يقدموا لها المساعده الكامله باذن الله. فالعنوان معروف كنقولوا دائما هو المركب الاجتماعي ام كلثوم اللي كيتواجد بمنطقه التشارك حي الولاء قريبا من مسجد الفتح وقريبا من محطة الترامواي وإن شاء الله تعالى ما هي إلا أيام معدودات وتستفيد إن شاء الله تعالى من العلاج الكامل بالمجان وهذا طبعا بفضل تبرعات المحسنين والمحسنات الذي يتم كل جمعة. حفظك الله ورعاك أخي مصطفى. نتحول من مديونة إلى أكادير مع الأخت حكيمة. ألو السلام عليكم. لالا حكيمة مرحبا. ألو حكيمة. حكيمة في الانتظار ربما لم تنتبه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بقصص كنهضر معاكم. حفظك الله لالا. أنا بغيت نهضر معاك والله ما بقاش كنهضر معاك. مشرفين لالا مشرفين لالا حكيمة. إيه انا سميتي حكيمه بغيتك الله يحفظ الوالدين تربي معايا في الدراسه ديالي ويجيب لي ربي شي ولد الناس وصافي. يا ربي يا كريم يا ربي يا كريم. عرفتي صوره سيدي كريبان؟ نعم لا مشيت الانترنت وكنقلب على الصوره ديالك باش نشوفك ان شاء الله. والله وكان اول مره كنهضر في الاذاعه وكنسلم على كل شيء وبغيتك غير تربي معايا وانا ديما سبحان الله العظيم فاش كدعي مع شي واحد كنقول امين امين حتى ربي يستجب لي في هذا النهار. لا اله الا الله وهنيئا لك. الا كنتي دائما كنا كندعيو وكتقولي امين كيقول لك واحد الملاك من السماء ولك مثلها سبحان الله العظيم. انا بغيت خير دعي معايا في الدراسه ديالي بغيت ربي يوفقني وجميع البنات اللي معايا وكل شيء يا سيدي يا ربي يا ربي يا كريم. نسال الله تعالى اختي حكيمه أن يجعلك إن شاء الله من الناجحات المتفوقات. أسأل الله تعالى العلي العظيم أن يجعل كل عسير عليك سهل يسير وأسأل الله تعالى أن يعينك على الدراسة وعلى التحصيل العلمي حتى تكون في أولى المراتب يا رب. آمين آمين. دكتور قريبا بغيتك تفسر لي واحد الفيلم. نعم توسني بزاف. نعم إلا كان ممكن. مرحبا. كنحلم براسي كنلبس بحال قط قصيطة. مرة حلمت براسي لابساها في الحمر مرة في الزرق ولكن ديما كيوقع عليا مشكل فاش كنلبس الصندالة كتقطع عليا ديك الصندالة ديما وكنحلم راسي غدا لشي عرس. ما شاء الله. هو التكشيطة في المنام أو اللباس عموما يقال بأنه صحة وعافية جيدة لكن الألوان لها دلالات الأحمر والأزرق لها دلالات والصندالة اللي تقطع ربما شيء في كاين شي مشكل ربما الحذاء عموما يرمز الى خطوات الخير خطوات صله الرحم. فمن حيث الصحه والعافيه ان شاء الله جيده لكن هناك ربما بعض المتغيرات في الحياه ديالك. اكثري يا اختي حكيمه من الصدقه والدعاء حتى يحفظك الله تعالى من كل سوء. ان شاء الله ان شاء الله. دكتور كريبا اسمح لي بزاف. عفوا مرحبا. والله يمتعك بالقبول ورزقك الله سي زوج صالح مبارك. امين ودرية طيبة وتعيشين في سعادة أبدية بإذن الله. نتحول من أكادير إلى مراكش مع الأخت نعيمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف دايرة الدكتور كريبان؟ أهلا أهلا وسهلا.
والله الا اليوم ما العيد. الله يكبر بك يا لالا، الله يرفع المقام ديالك. شفت لي الخط، بغيت اخويا نعاود لك المشكل ديالي. ايه مرحبا لالا نعيمه. عندي بزاف اخويا الوسواس ما عرفتش علاش. ما شاء الله، شحال العمر ديالك؟ عندي 25. واش كديري في الحياة؟ 24. في الحياة ديالك اش كديري في الحياة؟ غير في الدار. عندك الفراغ؟ مع الولاد. مع الوليدات؟ ايه. وشنو كيوسوسك عادة؟ واش كتخافي على الوليدات؟ كتخافي على المستقبل؟ الأمور اللي كتفكري فيها دائما شاغلة بالك؟ بحال الحوايج اللي كنصدمهم تنقول ما صدمتهم، حتى تنكملهم وتنزل تنقول ما صدمتهم، ولا إلا طوديت تنكمل الوضوء تنخرج تنقول لا ما طوديت. ما شاء الله، كاين الوسواس المرضي، الانسان اللي كيخاف من المستقبل او كيخاف من الوضوء تنكملو كل شيء وتنخرج، الا دوش تنكمل تدويش وتنقول حاشاك، بحال الا تنقول درت البول في الحوايج ديالي. ما شاء الله، حتى الوسواس انواع، كاين الوسواس المرضي اللي هو مرتبط بان الانسان كيفكر في المستقبل ديالو، خايف على المستقبل وعنده اوهام بان توقع عليه اخطار، او عنده خوف زائد على اولاده في الغيبه ديالو، هذا خوف مرضي. لكن الوسواس اللي عندك انت كتسمى وسواس شيطاني، هذا وسواس كيحاول ما امكن يبقى الانسان يدور في حلقه مفرغه، خاص كاين واحد ديال الوضوء، واحد ديال الصلاه، واحد ديال النظافه عموما له علاقه بالماء. واختي نعيمه ناكد لك بان هذا الوسواس ضعيف جدا، متى يتمكن من صاحبه الى القاه بانه ارادته ضعيفه وعزيمته لينة، فالعلاج ديالو فقط ببساطة. سمح لي يا دكتور، وداك الشيء تاع الرقية درتها ثلاثة الحصات عند واحد سميتو داك اللي تيدير الرقية، ما دارت لي والو، مشيت عند الطبيب وتبعت عنده الدواء وما دار لي والو، غير تنعس صافي، داك الشيء ما سميتو اللي دار لي داك الدواء. لا نائمة، أنت الحل اللي عندك ربما لا تحتاج إلى دواء طبيب ولا تحتاج إلى رقية، تحتاج فقط الى تسوية النفسية ديالك، الشخصية ديالك تقويها، تكون عندك ارادة قوية وعزيمة قوية. الوسواس كيقول لك درتي كذا ما درتيش كذا، احسن علاج لا اسمع له لا ابأ به، وخا يضل يقول لي راك باقي ما غسلتيش، راك توضيتي ودرتي الوضوء ناقص، لا استمع اليه ابدا. وحتى رمضان تنصوم تنقول ما صمت، دروكا خلصت الدين ديالي سالني واحد سميتو 7 ايام، دروكا تنقول خصني نعاود، ما داك سميتو داك رمضان ما صمتوش. هذا كيتسمى الشك عند الفقهاء، اشك فعلت كذا ام لا كذا، لكن لما يتجاوز حدوده يصبح وسواسا شيطانيا. الغايه منه ان الانسان كيبقى كيدور في دوامه مفرغه حتى يكره العبادات والطاعات ويكره الوضوء. ودروكا تنتعد بزاف، وراجلي ما مقبلش هذا الشيء، وعرفتي والمشاكل في الدار بزاف. ما شاء الله. تنزل شويه من الماريو تنطلعوا من السطح تنصدمهم. هذا كله غير مجرد وسواس، العلاج ديالو بسيط جدا، كيبداو بتقويه الاراده والعزيمه، انك لا تستمع اليه. هل تعرفين ما معنى الوسواس؟ صوت شيطاني كيتكلم لك في ودنك، كيجينا في الصلاة يلا كنقولوا الله أكبر، كيجي حدا ودني وكيقول لي أذكر كذا أذكر كذا، وكنبقى نفكر في الأشياء الغابرة، هذه كتوقع للجميع، لكن لما يتمادى يعود يدخل لك في التفاصيل ديال الحياة، هذا ولا متمكن من الإنسان. العلاج أنه يقوي الإرادة والعزيمة، لا يستمع إليه أبدا وأخالفه. إلى ما تنقل لي توضيتي أو نسيتي يديك أو قال درتي كذا أو لم تفعل كذا، أنا أخالف هذا الوسواس ولا حرج علي، حتى ولو وقع لي خطأ في الصلاة أو في الوضوء لا حرج علي ولا ضير بإذن الله تعالى. ثم أقرأ آيات قرآنية التي تردعه. ما هي الآيات التي تردعه؟ هي آية قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أقرأها بانتظام 3 مرات في الصباح 3 مرات في المساء، وأقرأها عقب كل صلاة، وأقرأها كلما خطر ببالي، وإن شاء الله تعالى تشفين بأمر الله. فأختي
أنا أسأل الله تعالى أن يشافيك ويعافيك في القريب العاجل. نتحول إلى مراكش مع الأخت نعيمة أو الأخت خولة من فاس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله لالا خولة. بارك الله فيك السي دكتور قريبان. مرحبا. بارك الله فيك. أنا كنطلب منك غير تدعي معايا دائما الزوج ديالي ربي يشافيه ليا ويخليه ليا ويطول لي ربي في عمره حيت ما مخلينيش حتى شي حاجة. الحمد لله. لا إله إلا الله. الحمد لله زعما فرح الله مني ملي كنت زعما كما كنت مازال أدم كنطلب ربي يعطيني الراجل اللي كيخاف من الله ربي بعتو ليا. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله هذا الشيء من فضل الله سبحانه وتعالى حيت الحمد لله كنت كندعي من قلبي والحمد لله ربي بعت لي الراجل اللي كيخاف من الله. الحمد لله بالشكر لله يا رب. وكندعي ودعي معايا ربي يفكني على خير وبخير حيت عندي شهر 12 ان شاء الله غادي نولد. تبارك الله تبارك الله يا ربي يا كريم. الله يجعل هذا المولود يكون ان شاء الله زيادة خير في الإسلام يا رب يا كريم. كما كيقولوا من بعد وحنا كندعيو باش يكونوا تركة صالحة ويكون بربية كما يخدمونا ويخدموا الله سبحانه وتعالى. آمين آمين. هذه أعظم أعظم كلمة قلتها يا أختي خولة أنهم يخدموا الله تعالى ويخدموا عباد الله. الحمد لله ما كناش عاصين والدينا وكنطلب ربي يعطينا حتى حنا البلاد اللي ما يكونوش عاصين. الحمد لله. الحمد لله الشكر لله. وكنطلب منك تدعي مع الوالد ديالي بزاف هو والوالد ديالي ربي يهديهم. يا ربي يا كريم. شويه فيهم تخافوا بزاف ربي يهديهم. إن شاء الله غيجي هذا الحفيد وغيتصالحوا. لا دائما كنصالحهم دائما والله قسم لا هذا الحفيد غيصالحهم مزيان باذن الله لان الكبده المعاوده كتكون عندها واحد السر الهي اعز من الولد ولد الولد. دابا المشكله بجوجهم مرات كنقولهم بجوجهم مرات ما خصكوش بحال خصكم تساواو خصكم تحاملوا بعضياتكم خصكم بزاف الحوايج فهمتيني بجوجهم مرادين ما شاء الله. علاش كيتخاصموا؟ لا بصوت حاجه دابا حنا انا الحمد لله عندهم غير انا اللي بنت. نعم. وعندهم جوج ولاد. نعم. قبل كيدبزو انا ديك الولاد دابا بجوج دار داك الحاجه بابا حنين بزاف ماما لا كتقول لك كل واحد يمشي على حقه وطريقه ما يكونش. طبعا الوالدين كيلقاو دائما واحد ديمقراطي جدا وواحد رحيم جدا شويه وما كيجيبش الحال صراحه الله كتمد هي وهي هي تابل هكا على هذا المشكل. حنا كما كنقولوا حنايا عندنا واحد الامل في واحد الوليد كيقرا كنقولوا زعما خصو يقرا خصو بزاف د الحوايج احنا بقى ما غير ديك الواحد اللي كيقرا حنا خصنا كما كيقولوا ديك النتيجه خصها تشوفها هي إيه؟ تعبت بزاف انا الصراحه الله تعبت علينا ومرضت علينا بزاف د الحوايج الحمد لله ربي شافيها وشافيها ليا هي وبابا ديالي وهذا الشيء ما نقول لك شكرا بزاف. شكرا اختي خوله والله الا شكرا بزاف على البرنامج هذا البرنامج زوين بدايتي مع 60 عندي واحد 60 مسكينه مازال بجوج ربي يبعث لها الزوج الصالح. يا ربي يا كريم يا ربي يا كريم. شكرا لخولة ونسأل الله تعالى أن يحفظ المولود يحفظه في سمعه وبصره وفؤاده وأن يجعله إن شاء الله تعالى يكون زيادة خير في الإسلام ونسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلبي والديك ويربط بين قلبيهما بالمحبة والمودة والتفاهم والعائلة كلها الله يبلغ المقصود ديالها وديك البنية. نسأل الله تعالى العلي العظيم أن يرزقها الزوج الصالح في القريب العاجل بفضلك ومنك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. ونتحول من فاس الى اقليم سطات مع الاخت ملكة. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا فرحانة بزاف حضرت معك. اكرمك الله لالا. مرحبا. انا عندي واحد الاعراض يمكن يقول. نعم. يمكن اعاني من الخوف بلا سبب. ما شاء الله. شنو الاوقات اللي كتخافي منها؟ او الاشياء اللي كتخافي منها؟ ملي كيوصل الوقت ما بين العصر والمغرب. هذا عند اصفرار الشمس. نعم. انقضاء اليوم وكيسالي النهار وكيبغي يبدا الليل هذا وقت الكثير منهم يشعرون بالخوف وفي في في نهايه الاسبوع عطله الاسبوع يوم الاحد مساء ايضا. اكثريه كانت في يوم جمعه. ما شاء الله. مناش كتخافي لاله ملكه؟ ملي كنخاف من هادشي كنتوتر بزاف ما عرفتش
لا هذا أول طريقة ديال العلاج ديال الخوف هو أنك تتكلمين الآن بكل طلاقة وكيسمعوا فيك الناس كاملين. هانتي بديتي كتعالجي الخوف لأن الخوف هو غير مجرد مشاعر وهمية وحنا نمزق ذلك الستار وبكل جرأة. أنا هاد الخوف اللي كان نعاني منه كأدي بي أحسن كانوا في أحسن المستشفى وأنا ما داريش براسي يعني مني كان في هذيك الوقت كانوا اللي كانت رعاد وكان بحالي كنت كدينا حد شحنة كهربائية وما كان عقاش لرسك القرص في يعني في السبيطة. واش قال لك الطبيب؟ قالت يعني رع أعصاب. واش حال العمر ديالك؟ 25 عام. وهذا سن حرج بزاف ديال الفتيات في هذا السن هذا كيوقع عليهم وقفات تأمل مع الذات وكيبقى يفكر في المستقبل كثير وخيخاف على مستقبله كتجي هذا الخوف وهي غير مجرد أشياء وهمية. مليكة غنسولك كتعقلي أول مرة غير كبك الخوف أول مرة واش كان شي حدث حزين أو شي مصيبة أو شي حاجة اللي هي مخيفة؟ كان أول مرة كنت صاب بهادشي كنت جالسة مع ليما بيا وكان واحد الناس من جيراننا زين ديك الحضرة. نعم. ومن تما مولد كنت راعد وخفت وهربت من الدار كيفاش يعني كانت الأجواء ديال الحضرة هاد الناس واش دايرين عيسى ولاش دايرين؟ يعني كانت حدانا واحد الشوافة دايرة داكشي ديال اللي كيقولوا لها الليلة. الليلة نعم. جابوا شي عتروس بحال هكا كانوا كيديروا اصوات وسميتو كيضربوا هكا خفت بزاف ومن تما صافي ما بتش في الدار بت عند شي ناس من عائله. نعم. ومن تما بدات الحاله ديالي في الماء كيديروها كان يعني وليت اكثر كان مرض يعني بهذا الشيء. ما شاء الله. وهذا كيكون ماشي مرض طبي في الغالب هو مرض روحي. مرض روحي لان ملي كيكونوا العرافات الشوافات كيديروا واحد المجموعه كيسموها الحضره ولا كيسموها بلدون وبالعيساوى وباصوات معينه واستحضار ارواح الجن. اكيد ان اي بنت بقى مرهفه الاحساس وتتاثر بمعنى ان ذاك الروح الخبيثه قد تنتقل اليها او تمسها كتسمى مس عن بعد. وفي هذه الحاله هذه العلاج ديالها هو انها تكثر من الرقيه لأن هذا الخوف هو عبارة عن روح خبيثة. باش كنعالجوها أننا نسمع القرآن الكريم كثيرا. القرآن الكريم كلام الله رب العالمين نتعود على سماعه بآذاننا. قد يأتيك للسماع صعيب ربما لا أخاف منه حتى نعم لأن اللي فيه المس كيعطيه واحد كيقول ليه ما تسمعش القرآن وأهل الدين ما تقربش ليهم. ينفر من أهل الدين كتجي الصلاة الثقيلة وينفر من سماع القرآن. لكن أجاهد نفسي أن سمع القرآن أو نشوف شي واحد من المقربين إلي أو شي راقي من الرقاة يقرأ علي القرآن ويسمع ذلك الروح الخبيثة في أذني يسمعها القرآن الكريم بإذن الله فتخنس. نعم انا مشيت عند واحد راقي وما كملش مع العلاج تخوفت منه بزاف ما بقيتش قدرت نرجع عنده. طبعا المس اللي عندك ما يخليكش ترتاحي لاي راقي وصعيب باش ترجعي مره ثانيه او ثالثه لانه غادي يمنعك. لكن بالاراده ديالك وقوه الايمان اللي عندك يا ملكه انك ان شاء الله تعالى توضئي لكل صلاه واكثري من السجود ونادي يا أرحم الراحمين. قوة الإيمان الرقية العظيمة هي استمداد الطاقة الإيمانية من الله خصوصا لما يكون العبد ساجدا بين يدي ربه يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. أستمد الطاقة أستمد القوة من السجود بين يدي خالقي ولا شيء يغلبني أو يقهرني بإذن الله. وبالمؤدبة أتلقي بأن هذا الشيء تدريجيا يزول وما يبقى في التشي أثر بإذنه تعالى. بغيت نسولك الدكتور انا ممكن نقوم بهاد الواجبات زعما ممكن نتقرب من الله سبحانه وتعالى بعد مرات كان في هاد ذكر الله وهذا كنحس بهاد الشد في الاعصاب ديالي ما كنقدرش نبقى نكمل هاد. طبعا حقيقه كاع الناس اللي عندهم مرض ديال المس كيتبان عليهم هاد الاعراض انه ما يقدرش يذكر الله تعالى كثيرا. لماذا؟ لانه هو العلاج والمس اللي فيه هو يخنقه. راك يجي هو عبارة عن تيار كهربائي. هذا المس تيار كهربائي كيدخل من المنافذ
من الأذنين، من العينين، من الثقب ديال الأنف، أو من الفم، أو من البط، أو من القبل والدبر، وحتى من الأظفار كيدخل تيار كهربائي، ومن بعد يستقر في مكان معين، قد يستقر في السرة أو في الصدر أو في البلعوم أو في الدماغ أو في الركبة. وبالتالي الحالة ديالك أكيد غيستقر لك في البلعوم، كلما حاولت ذكر الله تعالى هو يمنعك من ذلك، ومرة مرة كيتجهد ويستقر لك في الدماغ وكتجيك شحنة كهربائية وكتفقدي الوعي. وفي هذه الحالة هذه خاصك لابد من راقي يكون متمرس باش إن شاء الله تعالى يساعدك على الخروج من هذه الدائرة. لكن يا مليكة تأكدي بأن أعظم رقية يقوم بها الإنسان هي الرقية التي يقوم بها هو بنفسه بينه وبين يدي خالقه في سجوده الله تعالى. راه دلنا الصلوات الخمس، ودلنا الأذكار، ودلنا تلاوة القرآن الكريم الحزب الراتب، كل هذه الأمور الله عز وجل سنها لنا لأنها فيها مصلحة لنا، فإنها رقية طبيعية وسليمة وفعالة بإذن الله. وخد شعري بالتعب قاومي نفسك، أكثر من ذكر الله، إذا ما لقيتي ما تقولي، قولي كلمة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وهذه الكلمة هي أسهل الكلمة على وجه الأرض، هي كتسمى فيها حروف حلقية، لا إله إلا الله، ما كان فيها لا قاف ولا ميم ولا نون ولا راء ولا زاي ولا ضاء، يعني بمعنى الحروف كلها صعبة غير متوفرة فيها، فيها فقط الحروف الحلقية السهلة، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، كتخرج بكل بساطة. ثم الإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الصلاة على رسول الله كلما ذكرت إلا وانبعثت رائحة طيبة أطيب من المسك حتى تبلغ عنان السماء. ريحة طيبة المسك العود كيخرج ملي كنقراو الصلاة على رسول الله. وطبعا ذلك الروح الخبيثة لما تشم هذه الرائحة الطيبة فإنها تفر منها، لأن الروح الخبيثة كتبغي غير ريحة ديال القاذورات، فلهذا نراها تستقر في المراحض والمزابل ومضاعن الإبل والمقابر وغير ذلك. فأسأل الله تعالى أختي مليكة أن يشافيك ويعافيك، كما أيضا استعيني بالصدقة، الصدقة أيضا باب من أبواب الاستشفاء، تصدقي ولو بالقليل وربنا عز وجل يعجل لك بالشفاء الكامل. نتحول من سطات إلى إقليم الراشدية مع أم آدم. ألو. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله سي دكتور. أهلا وسهلا أم آدم. الله يبارك فيك سي دكتور، كنشكركم بزاف على البرنامج. أكرمك الله. لله الله إلا فرحانة اليوم حيت شد لي الخط، حافظك الله، فرحانة بزاف لهذا البرنامج، كنستفدوا منه شحال من حاجة، لا جزيكم بخير. أكرمك الله. لله مرحبا. بغيت الله يبارك فيك سيدي، بغيت عافاك واحد الدعاء، الله يجازيك بخير في هذه الليله المباركه. نعم. الله يصلح لي الوليدات ويعطينا القبول، كنتمنى لكل المستمعين. نعم. اللي كيسمعوا هذا الدعاء يقولوا امين يا ربي. يا ربي يا كريم، نسال الله عز وجل ان يصلح اولادك يا ربي يا كريم، اللهم احفظهم وارعاهم وتولهم بعنايتك ورعايتك وجميع أبناء المسلمين. أمين يا ربي يا كريم. الدعوة كلما كانت عامة كانت أقرب الاستجابة، فنقول السادة المستمعين يهزوا معنا أكف الضراعة إلى الباري جل علا، ونقول اللهم اصلح أولاد أختنا أم آدم وجميع أبناء المسلمين، اللهم أصلحهم برحمتك وعفوك وكرمك، اللهم تولهم بعنايتك ورعايتك، اللهم احفظهم من الآفات والمصائب والأمراض والأسقام، اللهم كن لهم وليا ونصيرا، اللهم يا رب العالمين أنبتهم نباتا حسنا واحفظهم بالسبع المثاني والقرآن العظيم، يا رب من كان فيهم في الدراسة وفقه للنجاح، وفقه للتوفيق، وفقه للتفوق بفضلك ومنك، ومن كان فيهم في طور التخرج اللهم ارزقهم العمل الصالح وارزقهم الخير والبركة بفضلك ومنك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أمين يا رب. الله يجزيك بخير في الدكتور. شكر الله لأم آدم. ونتحول من إقليم الراشدية إلى الدار البيضاء مع أخونا سي الدهبي. ألو، السلام عليكم. انقطع الخط أخونا الدهبي، ونذكر مرة ثانية بأرقامنا الهاتفية
هي أرقام معروفة عند الجميع لا داعي للتكرار. نأخذ مكالمة أخرى من مكناس مع الأخت نعيمة. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. أنا عندي واحد المشكل. نعم. واحد المشكل ما كي هو مقلقني ديما. ما هو هذا المشكل؟ العائلة ديالي شنو مالهم؟ ما نفهميش. بحال واحد الاخ ديالي كيشرب ومرض ماما. ما شاء الله ما شاء الله. والدي متوفي الله يرحمهم ويسلم الرحمات. نعيمة دابا الان انت ساكنه مع الاخ ديالك؟ لا انا ساكنه السرقه عندي العلو وصافا. ما شاء الله ما شاء الله. جالسه مع الطالبات؟ جالسة مع الطالب. الحمد لله. والأخ ديالك بقي في مكنة ربما بقي مبتلى. هو لا مش في مكنة فقيه بن صالح. فقيه بن صالح إيه. وزعما هذه منطقة طيبة الفقيه بن صالح. يعني هناك الفقه وهناك الصلاح منطقة طاهرة طيبة المفروض يكون توا على منوالها. ما شاء الله. وملي كي يشرب الخمر واش كي اديكم واش كي يصرف الفلوس؟ لا ما كي ادي غير عصو الناس اللي برا ما احنا ما كي يدينا واعز. لا اله الا الله. الله يهديه الطريق المستقيم. امين يا رب. مزوج ولا مازال؟ ما شاء الله الله يرد به ردا جميلا يا ربي يا كريم. واكيد ان الخمر هذه الآفة الخطيرة الاجتماعية لها عواقب وخيمة على الإنسان في حد ذاته وعلى محيطه. ربما ملي كيشرب الخمر أشني التصرفات كيقوم بها مع الناس من حوله كيفاش كيأديهم؟ يضربه. ما شاء الله كيف قد الوعي يقدر يدير أي تصرف؟ كيف قد الوعي لا مسؤول تصرف يؤدي القتل. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. ومنين كيجيب المال ديال الخمر؟ خدام ولا كيتسلف ولا كي؟ لا ما خدامش كتعطيه الوالدة ديالي. لا إله إلا الله. ومسكين ربما الوالدة ما حيلتها المصروف ما حيلتها لولدها اللي مبتلى. هو ما حيلتها. أكيد ما كاش كظن بأن هذا الولد نهار ولدته أول مرة كان غيخرج هكذا يعذبها. لا شريك يا ماذا شي الله. لا اله الا الله. واختي نائمه اللي بين يدينا ندعيوا لله تعالى بالهدايه. داكشي لك. امين يا رب. يا ربي يا كريم. هذا ابتلاء. راه كانوا صحابه اجلاء كانوا يشربون الخمر وكانوا يظلمون ويعتدون ولما اكرمهم الله بالايمان وادركتهم هدايه الرحمن اصبحوا من الصالحين ومن ائمه المسلمين. ربي سبحانه وتعالى قادر انه يهدي قلبه إلى الإيمان ويوجه سلوكه إلى الاستقامة. يا رب يا كريم. ونسأل الله تعالى أن يهديه. اللهم يا رب يا كريم. نقول للسادة المستمعين جميعا يرفعوا معنا أكف الضراعة إلى الباري جل علاه ونقول اللهم هذا الشاب اللهم طهر قلبه وحصن فرجه اللهم أصلحه يا رحمن يا رحيم. اللهم اجعله يقلع عن هذه الآفة الخبيثة وجميع المبتلين بالخمر. يا ربي يا كريم. اللهم اقذف في قلوبهم الإيمان. اللهم اقذف في قلوبهم الصلاح. اللهم انزع من قلوبهم حب الخمر يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم اجعل لسانهم رطبا بذكر الله. يا رب اجعل لسانهم رطبا بذكر الله بفضلك ومنك وجودك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. ونقول سادة المستمعين بأن هذه الآفة الخبيثة سماها النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم أم الخبائث. أم الخبائث لأن اللي كيشرب الخمر فإنه يغيب عقله وبالتالي يصير بدون عقل وقد تصدر منه تصرفات خطيرة وخطيرة جدا. إذا مشينا للمحاكم غادي نلقاو مجموعة ديال الجرائم إما ديال القتل أو ديال الاغتصاب أو الاعتداء ضد الأصول أو ضد الفروع أو الاختلاسات أو غيرها من المشاكل سببها الخمر. إنها أم الخبائث. فالإنسان إذا كان مبتلى نقول له يا أخي عجل بالتوبة عجل بالتوبة فإن الموت قد تأتينا على بغتة إن تأتيكم إلا بغتة. وإذا أردت أن تتخلص منها عليك أيها الأخ الكريم أن تبتعد عن الرفقة السيئة. أول طريق ابتعد عن الرفقة السيئة
وابحث لك عن رفقة طيبة، رفقة صالحة مباركة، ثم شغل لسانك بذكر الله. اللسان سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. ولك انت مازال كتشرب وما قدرش توب، على الأقل استتر. قال صلى الله عليه وسلم: إذا ابتليتم فاستتروا. أما الذي يقوم بالجريمة بالجهر والظهار بين الخلق له عذاب شديد والعياذ بالله. فنسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين بفضله، إنه هو التواب الرحيم. نتحول من مكناس إلى الدار البيضاء مع الأخت فاطمة. ألو، السلام عليكم. السلام. مبركوش سي الحاج. الله يبارك فيك لالا فاطمة. بغيت أخويا تدعي معايا مع بنياتي، عندي جوج بنيات مع الدراسة ديالهم. يا ربي يا كريم، الله يصلحهم لك لفاطمة. يا ربي آمين. ودعي مع راجلي في السكر، قول يا ربي شافيه لي في الليلة. يا ربي يا كريم. نسأل الله العلي العظيم السميع المجيب أن يشافيه من جميع الأمراض والأسقام. اللهم أنت الطبيب وأنت المعالج وأنت على كل شيء قدير. اللهم شافه من الأمراض والأسقام، اللهم طبه في الغيب، اللهم أصلح أولاد أختنا فاطمة، اللهم أصلحهم وبارك فيهم، اللهم تولهم بعنايتك ورعايتك، واجعلهم من الصالحين المصلحين، من الهداة المهتدين بفضلك ومنك يا أكرم الأكرمين، وجميع أبناء المسلمين. آمين آمين يا رب العالمين. شكرا في الحاج. شكرا أختي فاطمة، حياك الله ورعاك. نتحول من دار البيضاء إلى إقليم جرادة مع الأخت فاطمة أيضا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا نهار سعيد سيدي، والله إلا أنا فرحانة بزاف حيت أنني سد لي الخط وهدرت معك، متصوص الفرحة ديالي. الله يسعد أيامك لالا فاطمة. كي دايرة دكتور؟ مبروك عليك الحج وعرسك مبروك إن شاء الله. الله يبارك فيك لالا، الله يرفع المقام ديالك. دكتور أنا عندي واحد مشكلة في الليل، أنني فاش كنكون ناعسة كتخلقني شي حاجة، يعني إلا مرميت يعني الغطاء من فوق الوجه ديالي كنحس براسي مخنوقة وكتقفلني ديك الحاجة، يعني فاش تعبان كانت يوميا كانت كتجيني. الحمد لله هاد يعني هاد الأيامات بقات كتخفف عليا، بقات كتجيني مرة في الوقت، وكان غصني بزاف كسميتها فبالليل، كان غصني لدرجة أنه كتنورني أختي كتقول لي نوضي واش هاد التغزل اللي كتغزلي بعدي، أنني كنغزل الحجار ولا شي حاجة فحال. الأسنان ديالك؟ نعم الأسنان ديالي. نعم ما شاء الله ما شاء الله. فاطمة أنت أكيد غير متزوجة؟ لا مازال. شحال العمر ديالك تقريبا؟ في العشرينات؟ لا عندي 17 سنة. هذا هو السن من هناك يبدأ، من 17 إلى 25 سنة الفتيات الغير المتزوجات اللي كيعانوا من اضطراب نفسي وعندهم دائما واحد التفكير وحادي، كيبقى يفكر بأنه تقاليد وعادات وضوابط وقيود كتجي مع الحالة النفسية. هذا كيتسمى بالدارجة بغطاط. بغطاط هو عبارة عن روح خبيثة من جنس الذكور، كيأتي عند المرأة، وكين جنس النساء كيأتي عند الرجال، كيتحط عليه بحال البطانة، بحال واحد القوة كبيرة كيتحط عليه وكيكون كيشعر بأنه ما قدرش يتحرك، وكين اللي كيخنقه من 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 الحلق دياله، وهذا كيحجر على الإنسان اللي عنده الخوف، لأن المؤمن خاصه ما يخافش. المؤمن لا يخاف إلا من الله جل جلاله. المؤمن ما يخاف لا من إنس ولا من جن، وما يخاف لا من مستقبل ولا من فقر ولا من مرض. المؤمن قلبه دائما معلق بالله ويستمد من الله ما يحتاج إليه. فهاد الحالة إن شاء الله تعالى تدريجيا غتمشي، غير بأنك أول حاجة حيد عليك الاضطراب النفسي والتفكير. ربما أنت 17 سنة كتفكري بزاف، إما في الماضي أو في المستقبل. نعم دكتور. يعني انا الفم ديك الساعه باش كيطيح ليا، يعني ما كيطيحش ليا جسديا تقريبا كله، ولكن غير انني لما حيت الطم فوق يعني الوجه ديالي كان صافي، كان نحس براسي بانني كان تقريبا كنمشي نحس براسي انني في عالم ثاني، الفم ديالي كيعواز. وهذه ماشي واحد السيمانه هكذا، كاين من عريت على الوجه ديالي هكا كنت شفت واحد كلب قدر الله ما شافك دكتور، واحد الكلب هكذا شفتو قدامي نيشان
هو هذا كيتمثل اما في قطط سوداء واما كلاب سوداء واما عقارب واما افاعي. هذه هي الروح الخبيثه شيطانيه، ولهذا احنا ما نخافوش منها، تكون كيف ما كانت. اول حاجه اوطد نفسي ولا اخاف، واذا شفتها مثلا حيت الغطاء ديال راسي وحليت عيني وبان ليا، غنقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم 3 مرات، وهو غادي يتخلع مني. راه غير مجرد نذكر الله تعالى ويشوف عندي القوه واليقين هو غيتخلع وغادي يهرب. لكن اذا شاف بان الانسان ضعيف ويرتعد وكتبقى اسنانه تصطك، كيقول انا انتصرت عليه وكيبقى ماكت معي كل ليله كياتي ليا وكيعذبني، فلدي ان شاء الله تعالى نحيد الخوف ونكثر من ذكر الله تعالى، النعس على وضوء، نقرا ايه الكرسي ونبقى نقول لا اله الا الله في كل وقت وحين، أصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى لسان دوما رطب ما بذكر الله وسوف يزول، لأنه خناس. ما معنى الخناس؟ يعني أنه يخنس، أنه يندتر. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فأسأل الله تعالى أن يحفظك يا أختي فاطمة ويرعاك ويمتعك بتمام الصحة والعافية. نتحول من إقليم جردة إلى أكادير مع الأخت راشدة. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يزيد من ذلك والدار دكتور ويبارك لك. أكرمك الله لله. الله يبارك فيك لله. عفاك دكتور، بغيتك تدعي معايا. يا ربي يا كريم. انا وخواتاتي احنا بنات باربعه وكلنا كبارات في السن، يعني كبيره عندها 40 عام وصغيره عندها 29. ما شاء الله، باقيين بلا زواج. ايه. لا اله الا الله. واش جا عندكم شي خطاب البيت زاروكم؟ هو كيجي ولكن ما كيتمش الله. لا اله الا الله، لا اله الا الله. ارزاق الله عز وجل يقسم الارزاق، ولكن واش كتشوف يا اختي رشيده بان السبب هو ان عندكم شي مانع من الموانع، ولا ان ربما اولاد المنطقه اولاد اليوم كيطلبوا المراه تكون موظفه، تكون عندها شواهد، يكون عندها مدخول شهري؟ لا غير هكا كنيسه صافي، ماشي زعما واش كيطلبوا ولا شي حاجه. انا يعني بالعكس اللي شافنا زعما كان عجبوه وداك الشيء، ولكن ما كايناش شي حاجه اللي كتوصل للدار. ما شاء الله، لان هذا امر الله عز وجل، وفي غالب الظن كيكون الانسان ملي كدوس ايام طويله وما كيتخطبش الانسان عنده مانع، لان الله عز وجل خلق العباد كل زرع وله كياله. شحال من واحد باغي امراه موظفه عندها مدخول شهري، واكثر من هذا العدد باغي امراه جالسه في الدار تربي الاولاد وتكون سيده بيت. فالمشكل ليس ماديا، قد يكون المشكل في الغالب هو شي عائق من العوائق، ونسال الله تعالى ان يرفعه. قد يكون مانع من الموانع الزهر ما كيكونش. وكاين دكتور حتى واحد الناحيه عندنا خونا كبير إيه؟ بحال واحد اختي شحال من خطاب كيجيو ليها وهو ما كيبغيش، لابد يقلب لنا على الشعوذ ما عرفت. لا اله الا الله، ربما هو من المحبه ديالو بغى يختار لكم شي زوج يكون كامل مكمول، ولكن ملي كيبان فيه شي عيب من العيوب كيردوا، ولكن راه الرزق ديالكم كيضيعوا لكم عن حسن نية. ما شاء الله. على كل حال لاله رشيدة، هذا الزواج راه قضاء وقدر. إلا كان الرزق ديالك حتى واحد ما يقدر يحيدو لك، ولا كان ماشي في الرزق ديالك حتى واحد ما يقدر يجيبو لك. ولهذا حنا لما كتجينا شي حالة بحال هذه الحالات ماذا نفعل؟ العبد المؤمن يتوجه إلى الخالق صاحب الشأن مالك الملك الذي هو يوزع الأرزاق بين العباد. نطلب الله تعالى لرشيدة في السجود. واش عمرك كديري قيام الليل؟ كنديرو مرة. نجتهد في اختي رشيدة، إذا اجتهدت 40 يوم متواصلة، 40 يوما متواصلة، ونقدم الطلب ديالي بين يدي الله تعالى، أكيد أن الله عز وجل لن يخيبني ولن يردني خائبة بإذنه تعالى. أنت والأخوات ديالك. كندير حتى ديك
بس استغفر الله الذي لا اله الا هو والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ولا إله إلا الله. زعما موظفهم تقريبا هادي شي شهر وشي حاجة إن شاء الله تعالى ملي بزيادة شهر غير كملي بالاجتهاد ديالك بإذن الله، وتأكدي بأن الله عز وجل كما رزق جميع بنات حواء أزواجا جاوا للدار عندهم شحال من الوحدة ما قلبتش عليه، هو جا كيقلب عليها وطرق عليها الباب وصرف عليها الفلوس وكتشعر هي بالعز وبالافتخار. شكون اللي عطاه هذا الحظ؟ ربي عز وجل هو اللي كيقسم الارزاق. حتى انت ما غينساكش كيف كرم بنات حواء، ان شاء الله غادي يكرمك انت والاخوات ديالك. ونسال الله العلي العظيم الكريم الجواد ان يكون لك يا اختي راشده. نقول للساده المستمعين الله يجازيكم بالف خير، ارفعونا معنا اكف الضراعه ونقول جميعا اللهم اختنا راشده واخواتها اللهم يا رب العالمين اكرمهن جميعا بازواج صالحين، اللهم عجل لهن بالفرج، اللهم ان كان عندهن مانع من الموانع فارفعه يا كريم، واذا كان عندهم سحر فابطله يا رحيم، واذا كان عندهم اي سوء فازله يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقهن القبول، اللهم ارزقهن القبول وجميع بنات المسلمين، كل بنات المسلمين اللي يعانيوا من عدم اقبال الازواج عليهم اللهم عجل لهن بالفرج، اللهم عجل لهن بالفرج، اللهم عجل لهن بالفرج برحمتك ولطفك وكرمك يا ذا الجلال والاكرام. ونقول جميع الاحباب ديالنا هيا بنا نقول يا الله يا الله يا الله، فإن الله تعالى سميع. كلام طيب مع الدكتور طيب كريبان. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا يا أرحم الراحمين. مستمعي الأفاضل عدنا إليكم لنواصل، ونذكركم بأرقامنا الهاتفية 0522-43-00-09 أو 0522-46-72-50 أو 51-52. معنا مكالمة من دار البيضاء مع أخونا سي محمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور مولاي طيب كريبان أكرمك الله يا أخي. أعزك الله سيدي. كيف حالكم سيدي؟ نشكركم من خلال هذا البرنامج ديالكم، والحمد لله راه يعني نشهد والله أنكم يعني دخلتوا في كل بيت وفي كل قلب المغاربة والمغاربات الحمد لله، ونطلبوا ربي إن شاء الله تكونوا يعني مفتاحا للخير إن شاء الله. يا ربي كريم أعزكم الله مولاي. شي بخير الله يجزيكم بخير. بارك الله فيكم. كي دايرين نتوما؟ ولله الحمد حافظكم الله ورعاكم. اردت فقط من خلال هذا البرنامج كذلك مولاي الطيب كريبان غير ان اخبر يعني المستمعين بانه ان شاء الله سوف تقام واحد المحاضره في مسجد آل ياسير بالدار البيضاء، يعني غادي يكون فيها دكتور الفيد. نعم. ويعني العنوان اللي غادي يكون ان شاء الله هو علم التغذيه بين السنه والقران. نعم. غير باش الناس ان شاء الله يكونوا يجيوا ان شاء الله ويستافدوا. نعم. ونستافدوا معهم جميعا ان شاء الله. نعم. الدكتور محمد الفايد اللي هو باحث اشهر من الله على علم نعم في مجال التغذيه، اذا غيكون العنوان علم التغذيه بين بين القران والسنه. تبارك الله مزيان الحمد لله. نعم. هذا نعم المسجد في اي مقام؟ مسجد آل ياسير. نعم. آل ياسير كاين في شارع محمد الخامس في رومبوان ألبير برومي القديم. نعم. اش من عمل تابع؟ عين سبع الحي محمد، يعني نعم. هو تحت اشراف المجلس العلمي التابع لمقاطعه الحي محمد عين سبع. نعم شكرا جزيلا، ان شاء الله تعالى يكون هذا النداء وهذا البلاغ وصل وقال المهتمين بالامر والمحبين لفضيله الدكتور محمد الفايد الاختصاصي. نعم. في مجال التغذيه يحضرون ليستفيدوا من علمه الغزير. جزاك الله عنا خير استاذي الكريم وبارك الله فيكم. حياكم الله مولاي محمد. شكرا لكم. جزاكم الله خير. شكرا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نتحولوا من الدار البيضاء الى اقليم الراشديه مع السين محجوب. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السين محجوب مرحبا بك. عواش امورك؟ بارك
حياك الله خويا. سي المحجوب انقطع الخط معذرة. غنتحاولوا من الرشيديه الى الرباط مع الاخت حنان. لالا حنان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اولا كنشكرك بزاف الدكتور كريبان، وانا عندي واحد المشكل اذا كان ممكن بغيت نحكي لكم. مرحبا. شكرا. أفت انا دابا عندي 32 عام. نعم. وسليباتير، ودابا انا كان وقع لي واحد المشكل ملي كنت صغيره، كنت عندي 16 عام، وكنت بقى نعقل، كنت صغير جالسه فحال هكذا شويه، وليت كنبكي وكنغوت وداك الشيء. ومو فان كونط من بعد والدي كانوا من طبيعه الحال الرقيه الشرعيه والفقيه وداك الشيء، وكانوا كيقولوا لي كانوا مهم في الاخر فان كونط شنو كان تحيد مني، نورمالمون كان تحيد مني داك الشيء. المهم شنو كانوا قالوا لي، كانوا قالوا لي اللي كانت شي حاجه دارت الوالديه، ولكن انا اللي تخطيت داكشي وجا فيا. نعم. المهم داكشي، المهم كان نورمالمون كان داكشي تحيد، مي غير مؤخرا ماما كانت دارت واحد لوبيراسيون على راسها، كان فيها واحد كان فيها تيومور. نعم. وكانت سخفات، واحد سخفات ملي شفتها سخفات بحال هكاك حتى انا سخفت، انا جاتني بحال كريز. ما شاء الله. ماشي جاتني كريز، ماشي سخفت عادي زعما، جاتني ان كريز. وبابا بغى يقرا عليا، جا باش يقرا عليا القران، وانا بحال ما بغيتش، بقيت كنغوت كنغوت بزاف. ومن بعد مع بابا قرا القران وقراه في كاس ديال الماء. نعم. من بعد منين بغى عطاه لي باش نشربو، لكن انا ما بغيتش. نعم. المهم من بعد ديك الساعه انا قلت يمكن فيا شي حاجه. ومن بعد الوالد ديالي جاب واحد السيد راقي. نعم. رقية شرعية فقط القرآن زعما ما شاء الله عليه. نعم. ودار لي الرقية الشرعية، ومن كان كيقرا القرآن داك الشيء أنا بحالي بقيت كنهضر. نعم. أنا ماشي أنا، مي بحالي فيا جن ولا ما عرفتش، فيا مس. نعم. بقيت كنهضر وكنقول، المهم هو بقى كيقول لي قولي السلام عليكم، قولي هذا، انا ما بغيتش نقول حتى شي حاجه. وفي الاخر بقيت كنقول لهم هي حنان، حنان الله عمرها دار، حنان ظريفه، حنان مسكينه ظريفه بزاف، ولكن هم داروا ليها وداروا ليها مشحال هادي. نعم. وهما اللي داروا ليها، انا عندي ما ندير ليها. نعم. عندي ما ندير ليها صافي. وانت كنتي واعيه بهذا الكلام؟ انا ما واعيه، دابا انا ما كنهضرش انا، ولكن انا عاقله على ديك الهضره اللي كنقول. نعم. نعم. المهم داك السيد كمل لي داك، كمل لي وعطاني الماء، وكنت كندوش به مده 40 يوم. نعم. فقط المهم ساليت داك 40 يوم، وما عاودش كان قال لي باش خاص ضروري عاود يرجع، ولكن انا مع الظروف وداك الشيء ما رجعش. نعم. ومؤخرا غير واحد ثلاثه سيمانات كنت ناعسه، ومع داك الشيء جاني عاتي مع ثلاثه الصباح. نعم. مع ثلاثه الصباح جاتني كريز، كنت ناعسه ونط. نعم. صافي جاتني ماما سمعتني نص، قلت لي قلت لها عيط على بابا، عيطت عليك كيقرا لي القران، كيقرا لي القران، شدتني فاك خيز فغوت وعرفتني بحال اللي بقيت كنهضر في الاخر كاع، من بابا بقى كيقرا لي القران وداك الشيء. نعم. من بعد بقيت كنهضر عاوتاني نفس الحاجه، بقيت كنقول لها عرفتي حنان ظريفه، ولكن هي راه داروا ليها فيها شي حاجه، دار لها داك الشيء شحال دار لها، انا ما عندي ما ندير ليها. ما شاء الله. هادشي اللي واقع لي، ما عرفتش عرفتي ملي كنكون عاوتاني دي فوا كنكون ناعسه. نعم. كيجيني بحال داك بغطاط ولا ما عرفتش داك الشيء، عرفتي كنغوت عرفتي كنبغي شي حد اللي يعتقني، ما كنلقى حتى شي حد، بحال اللي كنتخايل راسي شي حد عيط عليا ولا شي حاجه، عاد باش ولا كنقرا القران وانا ناعسه زعما ناعسه دون لو ريف. نعم. كنتخايل راسي كنكون ناعسه وكنقرا القران وكنقول شي حاجه وصافي عاد باش كيمشي مني داك الشيء. سبحان الله العظيم، لا اله الا الله. ما عرفتش انا هادشي هذا، ما عرفتش داك الشيء، بغيت نسولك يا لالا حنان. اكيد ان هاد الحاله هي كتصب الفتيات اللي مروا بشي ظرفيه معينه، وكيتسمى هذا المس له انواع ثلاثه، كاين النوع اللي كيجي عن السحر، وربما هذا هو اللي وقع لك. فعلا جاني عن السحر. كيكون الانسان اما مسحور هو بذاته، مقصود بذاته، او واحد اخر اللي وقع له السحر فهو تخطى ذلك السحر. والسحر معروف انه انواع، كاين هناك المشموم عن طريق بعض البخور،
كيستعملوا بعض الناس تقدر انت غير تشمو وتصاب بذلك. وكين اللي هو عبارة عن مرصود في الأرض كيقول الإنسان كيتخطاه غير خطوة تخطاه وماشي مرصود له نفسه ولكن مجرد وتخطاه يصاب. وكين اللي هو عن بعد عن بعد ربما بالصورة دياله أو اسم أمه. هذه كلها أعمال شيطانية كيتعلموا بعض السحرة في تسخير الجن. كيكون كيبعث واحد الجني كيقول لي سير عندك العائلة وخلق لهم الفتنة فيما بينهم. فعلا انا داكشي نعم اسمح لي انا داكشي فعلا نورمالمون كانت دار الوالدية قال لك دار الوالدية باش الوالدية تفرقوا. ولكن الحمد لله واخا هكذاك في المصيبة كان شي حاجة زوينة. نعم. لأن ما جاش داكشي في والدي الحمد لله ونشكره جا فيا أنا. لأن في ذاك الوقت أنا ما بقيتش كنحمل نشوف الدار ما بقيتش كنحمل نشوف حتى شي حد من والدي ولا خوتي ولا حتى شي حاجة. ومن ذاك الوقت وأنا زعما كيجيو فيا خطاب كيجيو عاطي في الأول كنبغي ولكن من بعد صافي ما كنبقاش نحمل ما كنحملش نهائيا كنقول صافي ما بغيتش كاع نتزوج ما بغيتش صافي بلاش أنا بغيت نبقى زعما جو بريفير زعما نبقى فحال هكذا ولا نتزوج. لا هذا مجرد آراء كتوقع لك غير في اللحظة ديال المرض إن شاء الله غادي يزول وتتغير منطق التفكير كله يتبدل بإذن الله. فقلنا بأن هذه الحالة كتجي إما عن طريق السحر وكتجي إما عن طريق الاعتداء. كاين بعض الناس ربما يقدر يكون في الخلاء يعني في لي تواليت ويقدر ربما يكب الماء سخون ولم يسمي الله تعالى فيصاب أو في مكان خال يرفع صوته أو في بيت فارغ ويقع له الاعتداء. وكاين اللي كيجي عن طريق الخوف الشديد إنسان عنده اضطرابات نفسية وتخوفات فيصاب بذلك. على كل حال الأسباب متعددة لكن من اللي صابك أنت بالضبط لماذا يقال المختصون في هذا الفن يقالون بأنك الإنسان يكون عنده دم محلو يعني بأنه عنده قابلية الجن. نعم القابلية هو مهيئ لذلك. وهذا السر من أسرار الله تعالى. كل واحد منا وخلق الله بصفة معينة. هما علم هو طويل كيقولوا الناري والترابي والمائي والهوائي وغير ذلك من الأمور. فالآن الحالة ديالك راه سهلة جدا 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 الحمد لله. والعلاج هناك الرقي يرقي. احنا كنقولوا دائما كنعاودوا بأن أعظم رقية يستعمل الإنسان هو يرقي نفسه بنفسه أنه دائما يوطد نفسه بمناجاة الله. المناجاة داكشي اللي كان دير عرفتي الحمد لله مؤمنة ومآمنة بالله ودير ثقتي كبيرة في الله وكنصلي وكنصلي الفجر وكنقرا القرآن وكنديرها الذكر زعما الحمد لله هادشي كله زعما الحمد لله ونشكر عليه الله يكمل عليا. وبعض المرات كيكون هذا ابتلاء من الرحمن. الغاية من ذلك هو أن الإنسان يقترب إلى الله. لو لم يصب بهذا المرض ديال المس ما كان سيقرأ القرآن ويقوم الليل ويفعل بعض يدير واحد الرصيد أكبر ديال الحسنات. فهذا في حد ذاته في مكسب. وإن شاء الله تعالى أختي حنان اعتبري بأن هذه الحالة ديال السحر بسيطة. هناك آيات قرآنية مخصوصة في كتاب الله تعالى فيها إبطال السحر مثل قول الله عز وجل وقال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. هذه الكلمة هذه مؤثرة. إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. هذا السحر هو عبارة عن صناعة حسابية فيها حسابات فيها أرقام. فلما أقرأ هذه الآيات القرآنية على المريض جميع الحسابات اللي كتبها الساحر كلها كيوقع فيها واحد تشابك وكتبدل من المقام ديالها كتغير وبالتالي ما كيبقاش عنده النظام ديال التأثير. لأن احنا الإنسان ديالنا ما هو الإنسان عبارة عن شبكة نظامية. أول من ابتكر هذه الأعمال ديال اللي أبدع فيها ما يسمى بواحد الرجل يسمى الدمياطي. هذا الدمياطي هو إنسان مغربي كان عاش في دمياط وكان عالم يقرأ الشريعة ويقرأ علم النفس ويقرأ علم الفلك والفلسفة وغير ذلك. الله تعالى أكرمه بامرأة حسناء جميلة. وقام واحد الرجل حاكم ديال البلدة شاف المرأة دياله بغي يأخذها له فقال لذلك زوجتي قال لا أنا بغيتها غناخذها عنوة بالقوة. فأخذ له المرأة دياله بالقوة. هذا الشيخ الدمياطي اللي هو عالم شعر بأنه محقور. إذا كان السلطان عنده سلطة السيف فهو عنده سلطة القلم فأمر به فسجن. في السجن دياله بدك ينجي الله تعالى يقال بأنه ألهم ما يسمى بالمربع المتمن. المربع المتمن دار خطاطة ورقة دار فيها 8 ديال الكازيي
دارت منيا بحال الشبكه الكلمات المتقاطعه اللي كيلعبوها الناس بحال داك الشكل المربع المثمن 8 ديال الكازي عن اليمين 8 عن الشمال اذا مربع وذكر والهم اسماء خدام للجن فبدا كيدير في كل مربع اسم من الاسماء وخلى في الوسط بقى واحد مربع فارغ هذاك المربع الفارغ هو اللي كيدير فيه اسم المعني بالامر دار اسم داك الحاكم فبالتالي ما الذي وقع داك الحاكم ديك الليله دار عرس بهيج واستدعى السفراء والامراء ودار داك العرس واراد ان يدخل بتلك الزوجه لكنه لم يدخل بها لانه تعرض الى ثقاف كامل انا ذاك الحاكم كيلتمس العلاج عند الاطباء لم يجد فماذا فعل قال للدمياطي انا الذي فعلت ذلك وانا القادر وحدي ان افكك فاطلب منه الفكاك وقال لي بشرط ان تعيد الي زوجتي انا ذاك هذا الرجل هذا العلم مشى علمه لبعض الناس وبدأوا الناس كيتعلموه ولذلك يقول الله تعالى يتعلمون السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت فأول من جاء بهذا العلم هم ملكين هاروت وماروت هما عبارة عن ملكين كان في السماء الله عز وجل يحكي لنا قصة بأن هذا الملكين قالوا يا ربنا الإنسان أكرمته بالخير الكثير وإحنا الملائكة جعلتنا دون الإنسان الإنسان كرمته وجعلت له الجنة قال لهم الله تعالى رأى الإنسان كرمته وجعلت له الجنة والخلود الأبدي لأنني اختبرته أنتم أيها الملائكة لم أختبركم أنتم أيها الملائكة أجسام نورانية لا تأكلون لا تشربون لا تنامون ولا تتزوجون ولا تتنسلون فأنتم مكرمين هاد جوج الملائكة قالوا لي يا ربنا بغنا نجربوا الإنسان هاروت وماروت فأمرهم الله عز وجل ونزلوا إلى الأرض وأعطاهم الله النزاعات الإنسانية فمشوا هم يتصادفوا مع علم السحر ربي قال لهم إنه حرام هم مشوا تعلموه في بابل بالعراق كانت منطقة معروفة بالآشوريين والصابئة عباد النجوم والكواكب فتعلموا علم السحر فلما تعلموه بدأوا يؤذون الناس وبدأوا عندهم سلطة ديال الاستخدام ديال الأذية هناك السحر الأسود اللي فيه الأذية وهناك السحر الأبيض ديال المحبة ديال الربط والفك فتعلموا هذا العلم ولما تعلموه بدأوا يستعملوه في استغلال الناس الله عز وجل لما انتهت مدتهم قال لهم وقعت في كبيرة من الكبائر لأن السحر تعلموه كبيرة من الكبائر فكان الله عز وجل أن قال لهم حكمكم هو النار قالوا يا ربنا نستغفرك ونتوب إليك قال لهم تعذبون وهم معلقين بالأشفار فنزل قول الله عز وجل هذا وقع في عهد سيدنا سليمان عليه السلام ابن داود قال الله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق اللي تعلم السحر وآذى به الآخرين هذا ما له في الآخرة من خلاق يعني ما له من نصيب العلماء قالوا بأن تعلم السحر صناعة يجوز تعلمه في حالة واحدة إذا أراد الإنسان يتعلمها لكي يفك المسحور فقط جائز ما عدا ذلك فهو كفر صراح ونسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع وأختي الكريمة أكثر من ذكر الله والابتهال والحفاظ على الأذكار عقب الصلاة في كل وقت وحين والنظافة الاغتسال والطيب العود وريحة المسك تكون عندنا في البيت دائما لأنهم ينفرون من الريحة الطيبة ثم الصدقات 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 على الفقراء والمساكين آنذاك الله تعالى يمتعك بالصحة والعافية ويشافيك من كل داء وسقم نتحول إلى الدار البيضاء مع الأخت عزيزة ألو السلام عليكم ألو السلام عليكم يا دكتور للا عزيزة مرحبا بك أي سيد بارك الله فيك كنشكركم سيدي على هذا البرنامج أعزك الله للا وكنطولكم من عمركم يا ربي يا مين طول ربي طولكم من العمر وكل شيء ومسيدي عندي واحد السؤال وهو احنا يا عندنا واحد الدار في العربية وبنيناها وعندنا واحد البير ما بقاش صالح الماء ديالو مالح دونك داك البير سديناه وبنينا فيه جوج بيوت ديال النعاس نعم
دابا الناس كيخلعونا تيقولنا ويلي غتنعسو فوق البير. نعم ما شاء الله. قال لك داك البير ما مزياش، غيكون مسكون، غيكون فيه جنون، غيكون فيه شياطين، هادشي ماشي معقول. واش هادشي سيدي واش صح كاين ولا نيفيتو ما نعسوش؟ لا ابدا، راه الارض كله خلق الله عز وجل هي ارض ترابيه، تحتها أرض مائية، وتحتها أرض نارية، وتحتها أرض مائية، وتحتها أرض نارية، سبعة طوابق. الناس العلماء ديال الأركيولوجيا عارفين طبقة الأرض، هناك الماء ثم النار، والماء والنار، سبحان الذي خالق هذا الأمر عجب عجب. فاحنا جالسين في الأرض ديالنا وتحتها الماء. هذا غير كلام ديال شعوذة، كلام ديال خرافات وأوهام. أبدا، المؤمن قوي بعقيدته وإيمانه. فقط ذاك البيت يكون فيه ذكر الله. راه المشكل اللي كيوقع أم كيكون إما البيت لا يذكر فيه اسم الله تعالى فيصاب الناس بهذا المس، أو يكون الإنسان يتعرض معرض للعين، قد يذكر الله تعالى لكنه معرض للعين. فأختي الفاضلة، البيت ديالكم قروا فيه كلام الله عز وجل، دائما يتلى، يكون في الجمع ميخواش، لأن بعض البيوت التي نهجرها تسكنها الأرواح الخبيثة، يكون البيت مفتوح دائما. ثم الضيوف راه نعمه، راه الضيوف ملي كيجوا عندنا للدار كياكلوا وكيشربوا وكيتسمع الصوت ديالهم، هذا في حد ذاته يطرد البيت، يطرد منه الارواح الخبيثه. بعض البيوت ربما ما بغي حد يجي لعنده، ما بغي حد يصدعه، كيبقى داك البيت كانه مهجور وقد يتعرض للبلاء. فان شاء الله سكنوا والله يبارك لكم. لا يا ربي، من لا خوف لا ولا ان شاء الله. ابدا لا خوف ولا هم يحزنون، فقط انتم مع الله عز وجل. اللي كان مع الله تعالى راه الجن يخافوا منه. غير نقول واحد فكره مهمه، راه كما ان الناس كيخافوا من الجن، راه حتى الجن كيخافوا من الانس. فيما لقاو شي جن، لقاو شي انسي، لقاو مؤمن قلبه معلق بالله، هما يخافوا منه. راه سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان كيتمغادي في الطريق، كيتلقى مع شيطان، ويفر الشيطان من الطريق، كلما مر سلك طريقا الا وفر منها الشيطان. بماذا؟ بإيمانه وصدق تدينه وتعلق قلبه بالله، ثقته في الله تعالى. أما اللي هو مدبدب، خايف من الجن، خايف من السحر، خايف من الحسد، خايف من العين، لا تخاف، أنت قلق قلبك معلق بالله، وأنت في الحمد لله تعالى بقوة جيدة وفي سلامة كاملة بإذن الله. الحمد لله، أنا وزوجي كان صلى وكان صوموا كان أمنوا بالله، ممتبتين بديننا بكل شيء الحمد لله، ما كنتش حاجة من خارج من طريق الله الحمد لله. هنيئا لك للا عزيزة، هنيئا لكم. الحمد لله، شكرا يا دكتور. الله يكمل لكم الرجاء للا. نتحول من الدار البيضاء إلى فاس مع أم دعاء. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور طيب. أهلا وسهلا. دير لاباس. ولله الحمد. مبروك الحظ. الله يبارك فيك للا. أنا فرحانة بزاف لحقاش هضرت معك. شكرا جزيلا لك. بغيتك تدعي معايا. ربي يفك لينا هذا البلاء. اش من بلاء للا عندكم؟ عندي واحد البلاء كبيرة. ما شاء الله. الله يفرج عنكم للا. امين. شي ديون جمعات علينا بزاف. لا مهدد بالسجن، ما عرفتش غادي ندير. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. عفاك دكتور، عندي واحد الحلم البارح، الحلم بعد ما صليت بغيت. نعم. الله بغيتك تفسروا لي ما تقصر. اياه للا. يا للا مرحبا. حلمت راسي بحال اللي كنا في واحد المجمع هكا ديال شي ناس، وما عرفت ديك الناس، ما بقيتش عاقله عليهم. نعم. شويه بنتي معها هربات، مشات كتجري. نعم. مشات كتجري وانا كنقول لها اجي 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 لهنا، فاش مشات وقفات في واحد البلاصه هكا بحال اللي كاين صخور بحال هكا، صليت وانا نلقى واحد بحال شلالات، وديك الماء عمري ما شفت بحالو، ديك الماء صافي دايز هكا خارج من الصخور، شلالات، ديك المنظر عمري ما شفت بحالو كاع في الدنيا. لا اله الا الله. هذا كيدل لنا بان عندك معاناه، عندك صراع مع الواقع ديالك، ولكن هناك امل في الصلاه. لما الصلاه مفتاح الفرج ان شاء الله تعالى، بعد هذه الشدة يأتي الله تعالى بالفرج، وبعد عسر يسرى. ربي عز وجل يبشرك بأن هذه الأزمة سوف تنقضي قريبا بإذن الله تعالى بكيفية أو بأخرى، والله تعالى يمنيك بحياة أفضل وبساعة في المال. فقط مفتاح الفرج هو ذلك الذكر والصلاة.
اكثري من الصلاه ومن الذكر. شحال هاد الديون تقريبا؟ الله كما ما كانت كبيره الله تعالى عنده خزائن السماوات والارض. الله عز وجل لا يعجزه شيء، وان من شيء الا عندنا خزائنه. فاللي بغيتيها ربي يعطيها لنا، فقط كثري من الصلاه ومن الدعاء وربي سبحانه وتعالى يفرج عنكم. لاله كندير الدعاء وكندير الاستغفار، ما كنحيدش كاع الاستغفار وكندير الدعاء، وامل في الله كبير بزاف. يا ربي يا كريم. عندي واحد الحلم نعطيك الصوت واحد اخو. ايه لاله. بان واحد المراه لابسه واحد البيض، لباس بيض. ايه. وما كنعرفهاش انايا، قالت لي واحد الكلمه وشات. نعم. قالت لي وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الله اكبر. الله الله اكبر. الله اكبر. وما كان الله يعذبهم يستغفرون، نزلت في الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة رضي الله عنهم كان عام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، رغم كتوقع الوقائع ورغم المصائب ورغم الابتلاءات، قال لهم الله تعالى ما كان الله أن يعذبهم وأنت فيهم يا محمد، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. فمحمد صلى الله عليه وسلم لما كان مع الصحابة حاشا وكلا أن الله يعذبهم، لكن سيدنا محمد التحق بالرفيق الأعلى، فبقي لنا الاستغفار. ما دمنا نستغفر الله ما يعذبنا وما يبتلينا ابتلاء شديدا، وإذا جاء البلاء سرعان ما يرتفع. فيا أم دعاء، هذا الرؤية هي رسالة من الرحمن، لأن المرأة اللابسة البياض هذه امرأة مؤمنة. البياض يرمز إلى الصفاء والنقاء والطهر والعفاف والصدق، فهي قالت لك بأن مفتاح فرجك أكثري من الاستغفار، وإن شاء الله تعالى ربي غادي يسخر لك أسباب من حيث لا تحتسبين. طبعا لن تنشق السماء فينزل منها ذهب وفضة، لا، بل أن الله عز وجل يسخر لك الأسباب، يهيئ لك الأسباب، ويدفع أهل الخير إلى طريقك ويسوقهم سوقا إليك. وإن شاء الله تعالى في القريب العاجل ربي فرج عنك همك. نسأل الله تعالى العلي العظيم. بغيت كل شيء، بغيت المستمعين كلهم يدعوا معي ويقولوا آمين. يا ربي يا كريم. وهذا طلب أيها السادة المستمعون والمستمعات من أختكم أم دعاء. اللهم يا رب العالمين، اللهم فرج همها، اللهم يا أكرم الأكرمين اقض دينها، اللهم يا رحمن يا رحيم ارزقها من حيث لا تحتسب، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم فرج كربها، اللهم نفس همها. اللهم أنت الولي وأنت القادر وأنت الغني وعلى كل شيء قدير. اللهم عجل لها بالفرج، اللهم عجل لها والفرج، هي وزوجها يا رب العالمين وجميع المدينين وجميع الغارمين. اللهم اغنهم بفضلك عمن سواك، اغنهم بحلالك عن حرامك، بفضلك ومنك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم عجل بالفرج، اللهم عجل بالفرج، اللهم عجل بالفرج، اللهم عجل بالفرج يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كل مسكين وكل فقير يعاني من الرزق ويعاني من قلة اليد ويعاني من تراكم الديون في هذه الليلة المباركة، اللهم عجل لهم أجمعين بما يحبون ويرضونه، وأنت الغني يا رحمن يا رحيم. نتحول من فاس إلى إقليم يوسفية مع الأخت بشرى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور كتير لبس عليك. الحمد لله. لالا بشرى، بشرى مبروكة. الله يبارك فيكم. لالا حفظ دكتور، ما تدير لي واحد دعاء لأخواتي بأزواج صالحين. يا ربي يا كريم، يا ربي يا كريم. لا إله. وبغيتك دير لي دعاء الأم ديالي عندها المس، مريضة بالمس، وبغيتك دير لي الدعاء الأب ديالي الله يرحمه، وبغيتك دير لي الدعاء لخوتي متخاصمين، وبغيتك دير لي تحط في قلوب يا ربي على بعضياتها. يا ربي يا كريم، يا رحمن يا رحيم، الله يعجل لكم بالفرج يا ربي. نسأل الله تعالى أن يحفظكم ويرعاكم ويعجل لكم بالفرج في القريب العاجل. وإن شاء الله تعالى في ختام الحلقة نديروا دعوة جماعية للخير العميم على الجميع. فلالا بشرى، نسأل الله تعالى أن يحفظك ويرعاك وأن يجمع شمل عائلتك ويشفي من الأمراض والأسقام ويرزقك في القريب العاجل بالزوج الصالح وبالدرية الطيبة يا رب يا كريم. دكتور بغيت تفسر لي واحد الأحلام. نعم. واحد الأحلام ثلاثة، دوك الأحلام كيجوني كيتشابهوا لبعضياتهم، بغيت تفسر لي. نعم.
نهار العام اللي فات النهار الاول في رمضان حلمت باللي كان القران في السماء. نعم كنقرا القران في السماء كنشوف القران كيتكتب لي بالضبط وكنشوف سبحان الله استغفر الله الحمد لله لا اله الا الله. وداز رمضان وعاود حلمت ثاني الحلمه حلمه اخرى كنشوف راجل كيترسم لي في الضباب صايق بحال شكل الماكينه تراكس. نعم كيبان لي في الضباب وكيتقلب في الضباب وشويه ويختفي تكتب لي حداه سبحان الله استغفر الله الحمد لله. نعم وفات رمضان وعاود حلمت ثاني راجل في القمر حتى سيف وكيكتب لي ثاني سبحان الله استغفر الله الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله اسماء الله الحسنى كاملين. هذا الحلم كنحلم بها ثلاثه المرات دابا. المره الاولى شفت فيك ماكينه بالضباب والمره الثانيه كنشوف راجل حداه سيف. الحمد لله لله بشرى هذه بشارة ديال الخير بأن الله عز وجل لا يعجزه شيء وهو كريم وجواد وهو الخالق البارئ. إن شاء الله تعالى يبشرك بأن قريبا سوف ترزقين بإذن الله وبجوده وكرمه بزوج صالح. غادي يكون إن شاء الله تعالى في صفات هذه الصفات أنه كيسوق ديك الماكينة تراكتور أو ماكينة الحصاد أو غير ذلك أو تراكس بمعنى إن شاء الله تعالى غادي يكون إنسان يمتلك وسيلة نقل سيارة أو من النوع الفاخر ومن النوع من الحجم الكبير. ثم أنه في القمر يحمل سيفا يعني غادي يكون مقامه شريف ورفيع بإذن الله. والسيف معنى أنه إنسان حازم وصادق وعادل. فهذا كله إن شاء الله يظهر من خلال الرؤية المنامية أنه ينتظرك في المستقبل القريب. لكن مفتاح الفرج لديك هو المواظبة على هذه الأذكار على أسماء الله الحسنى والتسبيح والاستغفار. أنا الحمد لله كان قرأ القرآن وكان ذكر أسماء الله الحسنى استغفر الله وكان حلم بعد المرة كان حلم لبست كشيطة خضراء ودير الحنة السدية. وهذا كلها بشارة للخير بأن لا تقلقي ولا تحزني. الله عز وجل الذي قسم الأرزاق بين عباده حتى انتغجك الرزق تلبن يديك بإذن الله. الحنة في المنام رمز للسعادة ورمز للابتهاج. واللباس القفطان الأخضر هو عنوان إن شاء الله تعالى لعرس ميمون ومتدين لأن الأخضر يرمز إلى الدين. اللون الأخضر هو لباس أهل الجنة والقبة الخضراء حيث قبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. هذا كله علامة التدين الصادق بإذن الله. غادي يكون إن شاء الله عرس فيه الخير والبركة والدين. فأنت فقط للا بشرى واضبي على الاستغاثة بأسماء الله الحسنى وعلى الإكثار من التسبيح والاستغفار وسوف ترين العجب في القريب العاجل بإذنه سبحانه. ونبقى مع هذا الفاصل أيها الأحباب الكرام ثم نعود إليكم لنواصل فابقوا معنا. كلام طيب مع الدكتور طيب كريبان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. ما زلنا معكم مستمعي الأفاضل نواصل هذا اللقاء الليلي الساهر ونذكركم بأرقامنا الهاتفية الأربعة وهي 0522 43 00 09 أو 0522 46 72 50 أو 51 52. معنا مكالمة من دار البيضاء مع الأستاذ الذهبي. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله سيدي محمد. حياك الله والدكتور طيب كريبان كيف حالك بخير؟ ولله الحمد مرحبا. بارك الله فيك أستاذنا الكريم. أخي الكريم مع الموضوع الذي أثرته حول خروج الناس غدا لصلاة الاستسقاء. نعم. فلابد الإشارة إلى أن من أسباب الغيث هو كثرة الاستغفار وذلك من قول الله عز وجل على لسان نوح عليه الصلاة والسلام وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مضرارا. يعني أن هنا دعوة لكل المواطنين ولمن يستمعون إلينا في هذه الليلة المباركة أن نكثر من الاستغفار فهو سبب لنزول الأمطار. وماذا يعني الاستغفار؟ يعني الاستغفار هو أن نقلع عن الذنوب والمعاصي لأن من أسباب
جذب الأرض وانحباس المطر يكون سببه الذنوب والمعاصي. والاستغفار لا شك أن له فوائد وله مزايا على الفرد وعلى الأمة، والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نكثر من الاستغفار، بل أن نلازم الاستغفار، فيقول وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فنحن في هذه الظرف الذي تعيشها الأمة وتمر بها الأمة من حباس المطر وجذب الأرض، فتحتاج هذه الأمة أولا إلى عودة إلى الله عز وجل، عودة خالصة إلى الله تعالى، عودة إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك بأن نقلع من جميع الذنوب الصغيرة والكبيرة، وأن نتوب إلى علام الغيوب. وربنا سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا، بل ينادي على جميع الذين أساءوا والذين أسرفوا على أنفسهم، ينادي عليهم بنداء، نداء من سمعه لبى هذا النداء. يقول الله تعالى، يقول الله سبحانه وتعالى مناديا الذين أسرفوا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله تعالى رحيم. الله إخواني وأخواتي وأحبابي، الله تعالى يمد لنا يديه في هذه الساعة، يد المغفرة، يد الرحمة، يد العفو. يبسط يديه بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يديه بالنهار ليتوب مسيء الليل. أفلا نتوب إلى علام الغيوب؟ أولا تعود هذه الأمة إلى ربها؟ الخير، كل الخير في العودة وفي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يغفر الذنوب جميعا. بل أن الله تعالى يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو بلغ يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ولقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. إذن من هذا المنبر أدعو جميع المواطنين إلى أن نعلن توبة صادقة مع الله عز وجل. يا من تركت الصلاة عد إلى ربك، صلي قبل أن يصلى عليك. يا من يتعامل بالربا وأنت تحارب الله تعالى بهذه المعاملة، كف عن هذه المعاملات. يا من يشرب الخمر، كف عن شرب الخمر. يا من يعق والديه، عد إلى والديك واصطلح معهم وكن بارا بهم. إلى غير ذلك، نترك هذه الذنوب ونهجرها، وليكن عندنا يقين أن الله تعالى سيغيثنا وسيسقينا وسينزل البركات من السماء إن نحن تبنا إليه توبة نصوحة. أسأل الله تعالى أن يتوب على الجميع، وأن يغيثنا غيثا نافعا، وأن لا يقنطنا من رحمته، وأن ينشر هذه الرحمة على البلاد وعلى البلاد وعلى العباد. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. اللهم أغيثنا غيثا نافعا، اللهم أغيثنا غيثا نافعا. اللهم يا رب انزل علينا من بركات السماء وانبت لنا من بركات الأرض. يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت يا رب ترحمنا، يرحمنا رحمة تغنينا بعد رحمة من سواك. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. وشكر الله لكم الأستاذ الحاج الدهبي على هذه الكلمات الطيبة وعلى هذه التوجيهات النيرة، شكر الله لكم. نتحول من دار البيضاء ونبقى مع مكالمة أمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام دكتور، حياك الله لالا. لاباس الله يبارك فيك، كنشكرك بزاف دكتور. أنا ثالث مرة كنهضر معك. أيها لالا، الله يبارك فيك، مرحبا بك. بارك الله فيك دكتور. بغيتك تعالي مع والدي الله يسهل عليك، في نزاع دائما، مشاكل ديالنا الصداد مع والدي ما شاء الله. دائما والديا مشاكل على أبسط حاجة، دائما صداع. لا حول ولا قوة إلا بالله. بغيتك تعالي معاهم يهديهم صراط الطيار. وتبارك الله، دابا يكونوا في السن متقدمة وباقي عندهم النزاع فيما بينهما. باقي النزاع، هما كبار في السن وباقي النزاع بيناتهم. لا إله إلا الله. وهذا النزاع لله واش وقع حتى كبروا ولا ملي كانوا بقي الله في أول حياتهم؟ لا، في الأول ما كانش نزاع بزاف، حتى دابا عاد ولا نزاع. حتى كبروا الوليدات وتزوجوا الوليدات؟ تزوجوا الوليدات وداروا النساب وداروا كل شيء، وعاد ناضوا دابا بداو كيديروا مشاكل ويديروا الصداقات. ياك ما كيصفوا حسابات قديمة كانت؟ لا، الأبسط حاجة كنوضوا الصداع، الأبسط حاجة.
ما شاء الله. هذا ربما غير انفعالات، ربما الخاطر عندهم صفحة ضيقة، واكيد انا الدار خوات عليهم. لكن بعض الاباء والامهات ملي كيزوجوا وليداتهم وكتخوا عليهم الدار، كيبدا يشعر بان كيتامل حياته كيفاش دازت، وكيبدا تجي شي افكار غريبه وكيدخل في هذا العراك. على كل حال لا امه الله، نسال الله تعالى ان يحفظهم ويرعاهم وان يؤلف بين قلبيهما. اللهم الف بين قلبيهما كما الفت بين الكتاب والسنه. اللهم اربط بين قلبيهما برباط المحبه والموده يا رب يا كريم. امين دكتور، الله يسهل عليك. وبغيتك دكتور دعالي سمع واحد خواتاتي جوجات هما يا مشاكل بيناتهم، عندهم واحد مشروع بيناتهم، ودابا النزاع بيناتهم على على واحد المشروع دايرينه بيناتهم. نعم. ودابا المشاكل تاهما على والو، مشاكل وصداع ومخاصمين وما كيهضروش مع بعضياتهم. لا لا امة الله، ربما المشكل الكبير اللي عندنا هو مشكل فن التواصل فيما بيننا. اكيد ان الاختين الحمد لله ملي وفقهم الله عز وجل انهم يديروا مشروع مشترك، هذه نعمه من نعم الله، لكن ربما سوء التواصل فيما بينهما هو الذي ادى بهما الى النزاع. ونسال الله تعالى ان يوفق بينهما يا ربي يا كريم. لا اله الا الله، نسال الله تعالى ان يجمع شملهم ويغنيهم من فضله ويكون لهم ولي ونصير. وحنا ان شاء الله تعالى نقول للساده المستمعين في الحلقات المقبله غنديروا ان شاء الله مجموعه من الدروس في اول حلقه تكون مرتبطه بفن التواصل، لان بزاف ديال المشاكل اللي كاينه بالازواج واللي كاينه بالاباء والامهات وبالاخوه الاشقاء مشاكل وهميه سببها الاسمى هو عدم التواصل، عدم القدره على ايصال صوتي الى الاخر، فكيكون سوء تفاهم وكيوقع شنآن وخصام، وهذا كيأثر على استقرار الاسره. فنسأل الله تعالى أن يحفظهم ويرعاهم، وقريبا إن شاء الله نأتي بحلقات في هذا الموضوع تكون إن شاء الله دروسا وإرشادات تعليمية لتحسين أسلوب التواصل فيما بيننا. أن تحولوا من الدار البيضاء إلى جرسيف مع لالة ربيعة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور كريبان، ربي يخليك الدكتور، لاباس عليك. أهلا أهلا وسهلا، مرحبا بك لالا. ربي يخليك السيد الدكتور، راك عندي عزيزة السيد الدكتور، ديما نتسنى هذا البرنامج حق الله العظيم. الله يرفع المقام ديالك لالا ربيعة. ربي يخليك السيد الدكتور، بغيت سيدي غير دعي لي مع الوالدة ديالي ومع معايا مازال ما مجوجاش، شي جو الصالح وخوتي كاملين السيد الدكتور. يا ربي يا كريم. يا ربي كلمة لالا ربيعة. ربي يخليك السيد الدكتور. ونسأل الله تعالى لربيعة الله يكرمك في القريب العاجل. الله يعزك لالا، أسأل الله تعالى العلي العظيم أن يعجل لك بالفرج. اللهم إن كان رزقها في السماء فأنزله، وإن كان رزقها في الأرض فأصعده، وإن كان رزقها بعيدا فقربه، وإن كان رزقها قريبا فمكنها منه يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم عجل لأختنا ربيعة بزوج صالح طيب مبارك مرضي مهدي، وارزقها منه الذرية الطيبة ذكورا وإناث، واجعلهم يعيشون في تبات ونبات يا رب يا كريم. الله يحفظك الوالدة والأقارب، الله يحفظك العائلة والأحباب أجمعين يا ذا الجلال والإكرام. نتحول من جرسيف إلى مراكش مع الأخت سعاد. ألو، السلام عليكم أسيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور سعاد، حياك الله لالا. الله يبارك فيك الدكتور. أهلا وسهلا. مبروك عليك الحج. الله يبارك فيك بكل ما تمنيت إن شاء الله. أكرمك الله لالا. نسولك دكتور على الوالدة ديالي، كانت نعسة 14 سنة في الفراش. نعم. وكانت تسالها رمضان. إيه. وما عرفناش أشنو نديرو، قالوا لنا الناس غتخرجوا عليهم فدية. نعم. قالوا لنا الناس واش نصوموا ليها، ما عرفناش السيدية شنو غنديرو. لا ما نصوموش ليها، نخرجوا عليها الفدية. الفدية. الله عز وجل قال لنا بأن اللي كان مريض أو على سفر فعد من أيام أخر، من اللي صح يعود يصوم، لكن إذا كان المرض مزمن ولا يرجى برؤه آنذاك وعنده منش ينفق يخرج فدية إطعام عن كل يوم، إطعام مسكين عن كل يوم، إطعام كل إن شاء الله.
باذن الله تعالى 14 سنه وادعي لي مع الوالد ان شاء الله يتشافى لي ان شاء الله يا ربي يا كريم ومع اخوتي واخوتي المسلمين اجمعين يا ربي يا كريم وانا كذلك انا باقي ما تزوجت وتنطلب من الله يجيب لي شي زوج صالح ان شاء الله ولالا سعاد شكون كيتهلا في الوالده الان هي مريضه شكون كيتهلا فيهم لا مات دابا هذه عيني إن لله وإنا إليه راجعون لا إله إلا الله فنخرجوا الفدية ولا بغيت نصوب شي أيام تصدقا عليه وبركة فهو يجوز كما أنه يجوز أنني أحج على الميت فالعلماء قالوا بالقياس يجوز أيضا الصيام على الميت من باب الصدقة عليه والله يرحمه ويسع عليه الرحمات يا ربي الله يجعله في أعلى عليين أختي سعاد أسأل الله تعالى أن يرزقك الزوج الصالح يا ربي امين يا دكتور كريزان يا ربي يا كريم الله يمن وجميع الاخوات اللي معايا ان شاء الله انا بزاف ديال الاخوات بناتنا واخواتنا عندهم هذا الاحتياج نسال الله تعالى كل فتاه تعذر عليها الزواج او تعسر اللهم عجل لهن بالفرج يا رب قولوا معي جميعا امين اللهم عجل لهن بالفرج آمين. اللهم عجل لهن بالفرج آمين. يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين آمين. اللهم آمين. يا رحمن يا رحيم يا أمين يا حنان يا منان يا عظيم الشان كل فتاة تحتاج إلى زوج وتنتظره وعندها عسر في ذلك يا رب عجل لها بالفرج إن كان عندها مانع فأزله وإن كان عندها سحر فأبطله وإن كان عندها أي عائق من العوائق فأزله يا رب العالمين واجعلهن كلهن زوجات صالحات وارزقهن الدرية الطيبة برحمتك يا أرحم الراحمين وإن شاء الله تعالى كل فتاة بغات تزوج تكتر من الاستغفار وتكتر من الصلاة على رسول الله وتقطع الصلة ديالها بجميع المخلوقات شي واحد يقول لها ركين واحد العراف أو عرافة أو شيء من القبول لأن الفتيات كيتيقوا دغيا ملي كيتعطل عليها القطار كتعود كتيق بسرعه اللي قال ليها راه كاين واحد الانسان كيدير واحد العمل وراه غيجيب الله التيسير كتصدق بسرعه ولا قال لها شي سيده عندها واحد البركه كتصدق بسرعه وكتمشي فاول حاجه نقطع الصله بالمخلوقات ونتصل جميعا بالمخلوق وإن شاء الله تعالى بفضله ومنه وكرمه سوف يأتينا الفرج في القريب العاجل وكلهم إن شاء الله غيكونوا عروسات وغيسمعوا أناشيد طيبة مباركة فيها البشر والفرح وبشرى لنا جميعا وبإذن الله تعالى وجوده وكرمه جميع بناتنا وأخواتنا التي ينتظرنا أن يرحلنا إلى عز الزوجية إن شاء الله تعالى في القريب العاجل ربي يفرج عليهن أجمعين ويكن عروسات وأمهات فاضلات نواصل أيها الأحباب معكم هذا اللقاء الليلي الساهر ونأخذ مكالمة من إقليم الراشدية مع الأخت نادية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحاج قريبا لاباس عليك الحمد لله لنا نادية بصحة بخير ولله الحمد كنشكرك بزاف على هذا البرنامج كنصطفى معاك شحال من حاجه فيها جزاك الله خير حفظك الله لاله استدعي معايا انا مازال ما تزوجتش عندي 34 سنه كاين شي حد يتقدم ليا ولكن ما كيكملش الله لا اله الا الله ونعم بالله تعالى لا اله الا الله ولاله نادية بالنظر ديالك كيفاش تفسري هذا الامر هذا واش كتشعر بان ما عندكش الحظ ولا كتشعر بان الرجال خايفين من المستقبل او ان الحياه غلات مشكل السكن والوظيف او انك انت ما عندك زهر ما كنقول ما عندي زهر ولكن داكشي مكتوب الله تعالى كنقول ما عنديش ولكن كنقول داكشي قدر ومكتوب فعلا الانسان يسلم بان هذا قدر ومكتوب ويطرق باب الرجاء ربي سبحانه وتعالى هو الخالق حنا كنا عبيد مستضعفين تحت ملكه وهو الرزاق وهو الكريم فالإنسان يعلق قلبه بالله تعالى وربي سبحانه وتعالى غادي يجيب لي الرزق سلم من يديه يا رب لاله نادية نسأل الله تعالى أن يمتعك بالصحة والعافية ويرزقك في القريب العاجل بالزوج الصالح يا ربي يا كريم نسأله تعالى الحنان المنان عظيم الشان أن يكرمك ويكرم جميع فتيات المسلمين اللهم أكرمهن جميعا وارزقهن أزواجا صالحين وذرية طيبة بفضلك ومنك وكرمك يا أرحم الراحمين قولوا معي جميعا آمين آمين يا رب العالمين
ربما في هذه اللحظة اللي كنسمعوا أخواتنا وبناتنا كيطلبوا الله تعالى يرزقهم أزواج صالحين، في هذه اللحظة بالضبط كنلقاو بعض الزوجات راه تزوجوا ولكنهن تعيسات في حياتهن الزوجية. ملي كيسمعوا شي وحدة باقا عزبة كيقول لها هنيئا لك، هما ربما تزوجنا ولكنهن لم يوفقنا في هذا الزواج. فكنقول لهم كذلك، ربي عز وجل قادر أن يجمع شملكن ويصلح حالكن ويجعل حياتكن أكثر سعادة وبهجة بفضله ومنه، فقط نكثر جميعا من الدعاء فإن الله تعالى دعاءه مستجاب. نمشي من الراشدية إلى مراكش مع الأخت راشدة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام سي طيب. لالا رشيدة مرحبا بك. الله يبارك فيك سي طيب. ألو. ألو نعم في الاستماع. نعم. مبروك عليك الحجة سي طيب. الله يبارك فيك لالا رشيدة، الله يكتب لك شي حجة ولا عمرة، كرامة من الرحمن أنت والسادة المستمعين والمستمعات. آمين يا رب العالمين. عافاك سي طيب، بغيت نهضر معاك. نعم. عندنا مشاكل بزاف في الدار. ما شاء الله. احنا ستة البنات، الوالد عندنا صعيب بزاف ما شاء الله. في وقيتها اي حاجة تديرها كيغوت علينا، ما عرفت بغيتك تدعي معنا الله يهديه. لا اله الا الله. ربما وكيخاف عليكم لانه ستة البنات اكيد بانه عنده مسؤولية كبيرة، وكيبالي بان البنات عندهم السمعة لابد من المحافظة عليها، لهذا السبب كلقوا متوتر وكلقوا عصبي. يمكنني والله. وانتم اختي رشيدة كيفاش كتعاملوا معاه؟ كتاخذوا بخاطره وكتحاولوا ترضيوه؟ اخويا كان تعاملوا معاه مزيان ولكن صعيب اي حاجه ديرها ما تعجبوش. لا اله الا الله. ومع الوالده كيدير؟ كل شيء صعيب مع كل شيء، هو تزوج بجوج عيالات صعيب مع كل شيء، ما كاين حتى واحد. ما شاء الله ما شاء الله. وكاين بعض الرجال ديال الايام زمان كتلقى الطبع ديالو صعيب وشديد وسريع القلق وسريع الغضب، هذا ربما كيكون طبيعته هكذا، هو اللي كيسموه الناري. كاين الناري وكاين الهوائي والترابي والمائي، هذا ناري طبعه حامي، دغيا كيتعصب ودغيا كيرفع صوته وربما قد يمد يده. فعلى كل حال اختي رشيدة، هو الوالد ديالنا له السمع وله الطاعة وله الاحترام الكامل، ونطلب الله تعالى أنه يقضي في قلبه الرحمة والمودة والهدوء والسكينة. يا ربي يا كريم، الله يهديها ليكم والله يجمع الشمل ديالكم. وانتم البنات الستة أسأل الله تعالى أن يرزقكن في القريب العاجل أزواجا صالحين، حتى تستقل كل واحدة منكن في بيت زوجيتها وتكون بعيدة عن كل هذه الهم والغم. يا ربي يا كريم. آمين. عافاك بغيتك تفسري واحد الحل. نعم رشيدة مرحبا. أنا كنت كنعرف واحد الشخص وكتب عليه قال لي ما مزوجش، ومن بعد قال لي مزوج، وملي هذا مور العيد الكبير حلمت واحد المرأة كتشد وتقجه وكتقول لي عطيت تسعى الراجلي، كنقول لها ما كنعرفوش، وملي فقت خفت بزاف. ما شاء الله. وهذا اختي رشيدة هذا الشخص هذا من الافضل انك ما في خير، لان هذه الرؤية هي بشارة لك وانذار وتحذير بان الطريق مع هذا السيد هذا مليئة بالمشاكل ومحفوفة بالنزاعات وغير ذلك. فاطلب السلامة، اطلب الله تعالى يرزقك سي زوج يكون ديالك بوحدك، تعيشي معه في امان وسلامة وسعادة وبهجة. اما هذا الزوج هذا او الخاطب او اللي تعرفت عليه فيبدو انه طريقه مليئه بالمشاكل، الله يسهل عليه، وانت اختي الله يسهل عليك والله يجيب لك خيرا منه يا ربي يا كريم. نتحول من مراكش الى اقليم الصويرة مع الاخت عائشه. الو السلام عليكم. عليكم السلام سيدي، كيداير؟ ولله الحمد. كيداير انت؟ كيداير صحيحه. حياك الله للا. معك عيشة من قلم صويرة. أهلا وسهلا مرحبا بك. بغيت نسولك الدعاء معايا، وعافاك كيجيني الأعصاب، كنتقلق دغيا اللي تكلم معايا كنتقلق منه دغيا. علاش لالا عيشة شكون اللي كيقلقك؟ داك الشيء دار فيا الله. ما شاء الله. شحال العمر ديالك؟ 33 سنة. متزوجة ولا عازبة؟ لا مجوجة. والزوج ديالك الحمد لله معاه في توافق كامل ولا ناقص تكامل بينك وبين زوجك؟ وا شويه كصافي ما شاء الله. والعجوزه ديالك كي غاديه معها مزيان؟
لا انا غير بحدا في الدار داعمه معايا مع وليدات ان شاء الله كيقراو وعطاهم النجاح يا ربي يا كريم. قلت لاله عائشه الحمد لله كي مباركه مسعوده. دابا انت عندك واحد الزوج هو مراه كبر راك الله يسهل عليك وعندك وعندك وليداتك ومستقله. اشنو هو اللي قلقك ياك سمعتي فتيات قبيلك يقولوا باغين غير زوج؟ يا ربي سهل ما فيش زوج. انت الحمد لله ربي كرمك عطاك زوج وعطاك وليدات. المفروض لاله عائشه تكوني فرحانه وسعيده ومسروره. انا كنت داكشي كنت مريضه وداكشي جا وجات عيا وجاتني بحال الرعده في عظامي في الدات ديالي وما تمشي للطبيبه قالت لي عندك الاعصاب وما كاين ما نقول لك شي مشاكل. وكنحلم انا صريخه وطايره في السماء. اييه وواحد النهار كنحلم راكبه في الطياره بيضاء وغاديه للحج وهاد العامات شمت واحد البنت لا صدق شيطه وبيضاء وقالت لي يلا يا عند حمد بنت زوينه وشدت لي بيديا وداتني عند ماك عند حمد. داك حمد دارت لي رغده نعم وعمرت لي وماتي وخرجت معاك عاد تخرج عطاتني ربطه تاع تنع على خضره وشدت لي بيديا وصافي الحلم ديالي. واحد جدي مات جدي مات شي اربع شهور هادي نعم وحلمت بيه هاد اليومات نهار صباح عاشوره عطاني واحد فوقيه بيضاء. ولاله عائشه غير استعدي انت راه الحج كينادي عليك. هادشي كله اللي قلتيه الفريخ اللي كيطير بمعنى انك انت الحمد لله بريئه هو رمز الفرخ واللي كيطير قاصد الحج والطائره اللي شتها غاديه للحج والربطه ديال النعناع الخضراء القبه الخضراء اللي هي تحت قبر النبي الاكرم صلى الله عليه وسلم وكذلك هاد الفوقيه اللي شفتيها هادشي كله دليل على انك لبس الاحرام انت ان شاء الله تعالى على أهبة السفر إلى الديار المقدسة. فهذه بشارة لك بإذنه سبحانه وتعالى وهذا حري بك لاله عائشة أنك ما تقلقي ما تحزني ما تغضبي ديما كثر من الحمد لله تعالى. شوفي النعم اللي أعطاك الله سبحانه وتعالى وقدرها. أعطاك الله زوج صالح أعطاك الله ذرية طيبة أعطاك الله سكن مستقل وفيك الإيمان وكيبشرك الله بزيارة البقاع المقدسة. أنت الحمد لله مباركة مسعودة فلا داعي لابليس يجي مره مره يوسوس لك ويقول لك راه عندك المشاكل راه عندك النقصان في هذه راه فاتك هذه باش يخلق لك الفزع ويخلق لك القلق. انا كنت عندي واحد اليامات نعم كان عندي غير واحد النمره غير جاتني غير غلط ما نعرفه ما يعرفني. اييه وواحد عمي مش عند واحد اخر دار معايا مع المشاكل وداك الشيء انا غير النمره غلط. لا اله الا الله ودار لي المشاكل وداك الشيء وانا ما كنبغيش دوك المشاكل. كنمرض في عظامي وكيبقى فيك الحال الحاجه كتكون ما دايرهاش وكيبقى فيك الحال بزاف بزاف ماشي شويه. هي لاله عائشة لأن المرأة ما تملك إلا سمعتها وهذا واقع. الناس في الهاتف كيقدر شي واحد يركب شي رقم ربما خطأ وكي يجاوب واحد آخر والناس كيظنوا به ظنا سوءا وهو بريء. ولاله عائشة ماشي أنت الأولى راه أمنا عائشة رضي الله عنها كتحمل نفس الاسم ديالك أمنا عائشة بنت أبي بكر الصديق وقع عليها أكثر منك. هي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في واحد الواقعة معروفة كتسمى واقعة الإفكي. أمنا عائشة رضي الله عنها كانت مازال باقا صغيرة وبريئة وكانت في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت راكبة فوق الناقة وديك الناقة فوق من الهودج داك بحال القيطون كيكون فوق الناقة. هما غادي في الطريق من اللي عيات القافلة استراحت قليلا أمنا عائشة نزلت من داك الهودج ومشات بعيد لتقضي حاجتها. طبعا تما ما كاينش المراحيض مشات بعيد عن الانظار لتقضي حاجتها. فلما عادت لقات القافله مشات عليها وصحاب القافله كيظنوا بان امنا عائشه راه هي باقه فوق الناقه في الهودج. حتى وصلت القافله الى المدينه المنوره وبقات امنا عائشه تائهه في الصحراء كتقلب على القافله ما عرفتش فين كاينه. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وصلت القافله الى المدينه المنوره وما لقاوش امنا عائشه كثر القيل وقال ويلي فين مشات هذه. فهو يقوم راس المنافقين عبد الله بن ابي بن سلول قال له هذه عائشه ربما هربت من النبي صلى الله عليه وسلم بغات الحريه وتهموها بالباطل. وبقى سيدنا رسول الله ينتظر فينا هي لعلها توضرت لعلها وقع لها شي مكروه. والمنافقين دغيا قالوا لها كلام قالوا لعلها هربت مع شي راجل. وبقات امنا عائشه وحدها في الصحراء تائهه.
فصادف ان واحد صحابي جليل اسمه صفوان حتى هو غادي من ديك الطريق هو يلقى امنا عائشه. هو يقول هذه زوج رسول الله لا حول ولا قوه الا بالله. وقال لها انا سوف ادلك على الطريق. فتم غادي هو امامها وهي من خلفه حتى وصل الى المدينه. ما ان اقترب من المدينه شافهم راس المنافقين عبد الله بن ابي بن سلول فقال والله لقد وقعت به ووقع بها. اتهمها بالباطل، قال بان بعضياتهم كانت علاقه. سيدنا رسول الله سمع هذا الكلام بان الزوجه ديالو الطاهره امنا عائشه تتهم في عرضها تعجب، فاذا براس المنافقين عبد الله بن ابي بن سلول ينشر الخبر بحال الاعلام، نشر الخبر كما ينتشر النار في الهشيم. فالكل يتحدث بان زوجه رسول الله ضاعت في الصحراء والتقت برجل وخلى بها. سيدنا رسول الله شعر بحزن شديد حتى أنه كان لما يأتي إلى المسجد لكي يصلي بالناس ويأمهم في الصلوات الخمس يسمعهم يتكلمون فيظن أنهم يتكلمون على زوجه. أمنا عائشة ما عرف وين مسكينة، بقى بريئة وشابة صغيرة. فجاء عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها يا عائشة أخبريني بصدق، ملي كنتي في الصحراء مع صفوان ما الذي وقع؟ أمنا عائشة غضبت غضبا شديدا، قالت له يا محمد أتتهمني في عرضي؟ هزت الحقيبة ديالها ومشت غضبت عند باها. وبقى سيدنا محمد بمفرده كيفكر أش غادي يوقع لهذا الحدث. بقات أيام وليالي أكثر من شهر أمنا عائشة في بيت أبيها كتبكي وكتقول لأبيها والله إني بريئة، حتى جاء القرآن العظيم يبرئ ساحة أمنا عائشة فنزلت سورة النور مقطع واقعة الإفك يعني الكذب واقعة الإفك. قال الله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، إلى أن قال الله تعالى قبلها إن الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات. فلما نزلت هذه الآيات العظيمة جاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وطرق باب أبي بكر ودخل إلى عائشة وقال لها يا عائشة لقد برأك الله تعالى من فوق سبع سماوات، أنزلك فيك سورة سورة النور وتكلم فيه عن واقعة الإفك وعن رمي المؤمنات الغافلات بالباطل. أمنا عائشة قالت لي يا محمد لست أنت الذي برأتني بل الله رب العالمين هو الذي برأني. فهذه قصة لأمنا عائشة رضي الله عنها نسوقها لأختنا عائشة من الصويرة ونقول لها المشاكل اللي عانيتي منها ماشي انت وحدك، راه زوجة رسول الله عانت من نفس المشكل، وربما الكثير من الزوجات اللي كيسمعونا الآن عندهم هاد المشاكل. ياما امرأة توصلت برسالة هاتفية ميساج أو رقم هاتفي خطأ وزوجها عنده الشك الزائد وعنده الغيرة الزائدة، مباشرة اتهمها بالباطل وهي منه براء. فنقول لك اصبري وصابري فإن الله تعالى قريبا سوف يظهر الحق. نتحول من إقليم السويرة وغنمشيو لإقليم الجيرة مع أخونا محسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بخير دكتور. حياك الله سي محسن. كلشي بخير. ولله الحمد. كنشكرك بزاف على هذا البرنامج. أكرمك الله خويا. أنا بغيت ندعي مع الوالدة ديالي. ندعي مع المسلمين ومع خوتي. يا ربي يا كريم. والوالد رحمة الله يرحمه ودعي معه حتى هو يوسعي عليه. يا رحمن يا رحيم. يا ربي يا كريم. الله يرحمه ويسع عليه الرحمات. اللهم ارحمه وارحم جميع أموات المسلمين. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم ادخله وعموم المسلمين في جنة الفردوس. والوالدة الله يشافيها، الله يعافيها، الله يطب في الغيب، الله يمتع بتمام الصحة وتمام العافية ويطرح فيها البركة والتيسير. والإخوة جميعا اللهم اجمع شملهم وارفع مقامهم ووحد كلمتهم وألف بين قلوبهم. يا رب يا كريم أخي محسن. كنشكرك دكتور، كنشكرك بزاف. يا رب حفظك الله خويا، حفظك الله مولاي.
ونتحولوا من اقليم تشيرة نمشيو لرحامنا مع لالا سميرة. الو الو السلام عليكم. اهلا طيب كريبان. اهلا لالا سميرة مرحبا. بارك الله فيك، هذا نهار كبير من هضرنا معك. الله يبارك فيك لالا. طيب كريبان، بغيت تدير لي غير الدعاء، عندي هذا العام البكالوريا. تبارك الله تبارك الله، ادبي ولا علمي؟ لا علمي. مزيان الحمد لله. كتجتهدي شويه ان شاء الله؟ كتجتهدي ضروري ضروري، كاين اجتهاد وكاين مراجعه يوميه وعندي تخوف. وكيبان لي ما كتجتهديش لانك باقا سهرانه معنا الى هذا الوقت المتاخر من الليل. لا غير ما كنتصمت شويه، ولكن كنراجع كنمراجع كنا دائما مع نصلي الفجر. اياه كنراجع في الصباح. الحمد لله، الله ملي كتفيق الفجر فلا خوف عليك ولا انت من الذين يحزنون. اللي كيفيق الفجر فهو في حمايه الله ورعايه الله وكرم الله. بغيت تفسر لي واحد الحلم. نعم. واحد المره شفت في المنام. نعم. انني كنت انا وياك لابس جلباب. نعم. وبحال جي عندنا المسيح الدجال. لا حول ولا قوة إلا بالله. وبحال مني بغي أدينا. نعم. بدينا كنقول أنا وياك، يعني أنا وياك كنرد في نفس الوقت. لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني متتالية بالزربة، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأنا نقول لك نقرأ عليه العشر الآيات من سورة الكهف. إياه. وبدينا زعما بحال كنقرأ، وبحال هو طاح في واحد الحفر وبحال تحرق. لا اله الا الله، لا اله الا الله. معرفش انا يا المعنى ديال هذا الحلم عافاك. وفعلا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا سوف يظهر فيكم المسيح الدجال، عنده قدرات مذهله. قال لنا ان ظهر فيكم وانا بين اظهركم فانا حاجيجكم دونه، وان ظهر فيكم ولست بينكم فعليكم بسوره الكهف فانها المنجيه من المسيح الدجال. المسيح الدجال هو فتنة عظيمة غتجي في آخر الزمان، وهذا المسيح الدجال يدعي الألوهية، غيقول أنا ربكم الأعلى، وربي عز وجل سوف يجري على يديه الكثير من الأمور الغريبة، أنه يستطيع أن يمطر المطر، ويستطيع أن ينتقل من أقصى الأرض إلى أدناها، بل ويستطيع أن يحيي الموتى، ويقول الناس أنا ربكم الأعلى. إلا من عنده عقيدة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فإن المسيح الدجال يرتعد منها. حتى جاء في الحديث أنه لما قالت لي بأن المسيح هو الإله يقتله، غيجي عند واحد الشاب في مثل سنك وغادي يقول لي قل أنا المسيح، أنا ربك الأعلى، غادي يقول لي أنت المسيح الدجال، فيضربه بسيف في وسط دماغه فيقسمه نصفين حتى يموت ذلك الشاب، ثم يحييه وكيرجعو كيف كان، وكيقول له الآن هل اقتنعت بأني أنا ربك الأعلى؟ فيقول له الشاب أنت المسيح الدجال، ما ازددت إلا يقينا بأنك أنت المسيح الدجال. ثم يقول له لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيسمعها المسيح الدجال فيضع أصبعيه في أذنيه ويفر من المكان. فهذا الرؤية اللي شفتي إن شاء الله تعالى ربي حافظنا جميعا من المسيح الدجال ومن فتنته. وسلاحنا دوما هو كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه الكلمة هي مفتاح الجنة. مفتاح الجنة ما هو أمام الباب، نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله تفتح باب الجنان. ثم سورة الكهف هي المنجية من فتنة المسيح الدجال. فالحمد لله رؤية طيبة مباركة، وأسأل الله تعالى أن يبارك لك في 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 علمك، وأن يجعلك من الناجحات من المتألقات، وأسأله تعالى أن ينفع الله بك الناس في القريب العاجل يا ربي يا كريم. نتحول إلى الدار البيضاء مع السي عز الدين. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كبير أخويا الطيب، لاباس عليه. حياك الله السي عز الدين. كنشكرك على البرنامج بزاف. أكرمك الله خويا. فيقتينا بزاف وعيشينا مزيان، وكنشكروك بزاف وصافي. الله يحفظك أخويا، الله يكرمك مولاي. أنا ما شفت، بغيت نعاود لك واحد المشكل ديالي يعني. إيه مرحبا.
الوالد ديالي ما شفتوش 20 عام. الله الله. 20 عام ما شفتوش، وملي جيت عنده ما لقيت داك الحنان ديال الاب. ما شاء الله، ما شعرتي لا بحنان ولا بعطف. سي عز الدين، الا كان ممكن تبدل المكان ديالك لان الخط كيتقطع. الله يجزك بالف خير. عز الدين ما كنسمعوش مزيان الصوت ديالك. الو كنسمع. الو سي عز الدين، كنسمع الصوت خافت. الا كان اخويا كان ممكن غير تبدل من 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 المكان ديالك باش يتسمع الصوت اكثر، ربما مشكل الريزو. مازال ربما الساده المستمعين ما كيسمعوش معنا. شويه شويه تفضلوا، ان شاء الله ربي سهل. نعم كمل. نعم سي عز الدين، للاسف للاسف الصوت خافت، وربما مفهوم الرساله خويا عز الدين. اكيد ان الوالد ديالك 20 سنه وانت ما شفتيش، اكيد في اللقاء بينك وبينه ما غتشعرش بالعطف وبالحنان. والسؤال الذي يطرح، لماذا غاب هذا الوالد لمده 20 سنه؟ إذا كان مكرها، كانت عنده ظروف صعبة هي اللي خلته أنه يغيب عنك، فالتمس له العذر، لأن ما وقع له كان أكثر من طاقته، فالذي يكلف فوق طاقته فهو لا يلام، فلا لوم عليه ولا عتاب. فأنت اقترب منه أكثر وحاول ما أمكن تعطف عليه، إذا ما هو ما عطفش عليك أنت عطف عليه. إذا كان السبب عمدا لأسباب واهية تركك هذا الوالد، ربما أنه سافر إلى مكان بعيد أو تزوج بامرأة ثانية وأقام أسرة ثانية، أسباب واهية وتركك، هذا الوالد مخطئ. ولكن مع ذلك رغم أنه مخطئ كيبقى هو الوالد. لماذا؟ لأن الوالدين أعطاهم الله واحد المقام رفيع لا ينزلان عليه أبدا حتى ولو كان مشركين بالله. هذا حكم قضائي من السماء. قال رب العزة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هذا حكم قضائي من السماء، وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وخيصدر من الوالد الوالدة شي أمر فيه ظلم وفيه تجاوز مهما يقع، الوالدين مقامهم فوق الرأس. وطبعا اللي كيخضع لهم الله تعالى كيعوض في الدنيا، هما يقدروا يكونوا فقراء أو ضعفاء وما عندهم ما يعطيوك، لكن التعويض نلتمسه من الله جل جلاله. ما دمنا قد أطعنا والدينا طاعة لله ربي غادي يكرمك. فخويا عز الدين غير كمل في المعاملة الحسن مع الوالد، التمس له العذر وربي غادي يعوضك في الأولاد. الأولاد ديالك اللي غادي يكونوا إن شاء الله من صلبك غادي يكونوا أكثر حنان وأكثر عطف وأكثر مودة. فالله يجمع الشمل ديالك بينك وبين الوالد، والله تعالى يرزق بينكم المودة والرحمة، وأسأله تعالى أن يرفع مقامكم إلى أعلى عليين. نتحول إلى الرباط مع الأخت خديجة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب لبس عليك بخير. أهلا وسهلا. جزاك الله عنا يا خارين. مرحبا للا خديجة. سيدي أنا كنت هدرت معك واحد خطلة، قلت لك عندي ضيق النفس وعندي القلق، كان مقلق بزاف. الله يا قلتك للا خديجة ومازال مقلقة. مرة ما عنديش الخاطر، كتكون عندي ضيق النفس كنضيق وكنتعصب. لا إله إلا الله. معنى لله خديجة الدنيا جميلة، خلق فيها الله تعالى بزاف ديال المغريات والممتعات، فلماذا تضيعين وقتك كله وراء هذا القلق؟ هلا ما شاء الله. شحال العمر ديالك أختي خديجة؟ 34 وأنا أرملة. أنا شحال هادي أرملة؟ أنا ما شاء الله. أكيد أكيد ربما أنك أرملة وفقدت زوجك وعشتي لحظات حزن شديدة، هذا الزوج اللي هو أبو أولادك، وعشتي معه أجمل لحظات العمر من اللي كيموت ويغسل ويكفن ويدفن. أكيد أن كل مرأة مات لها زوجها تصاب باكتئاب، هذا في الغالب الأعم، كل مرأة فقدت زوجها تصاب بالاكتئاب. لكن إذا كانت صغيرة السن بحال السن ديالك 34 سنة غتكون معرضة أكثر للاكتئاب، لأن لا تصدق بأن هذا الإنسان اللي كان هو نصفها الآخر
في لحظة أصبح في التراب، كتعود دائما تستحضر الموت والفناء، وربما تطرح في ذهنها أسئلة، تقول لماذا خلقنا الله، ولماذا يقبض أرواحنا، ولماذا يفرق بين الأحباب، ولماذا ولماذا. فكنبدأ نسول أسئلة للذات الإلهية. إحنا الله عز وجل هو رب العالمين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إبليس كيجا عند المرأة اللي هي عندها هاد المشاكل وكيوسوس لها. لالا خديجة مازال معنا؟ انقطع الخط. وكنبغي نقول بأن إبليس يتفنن في الأساليب ديالو باش يوسوس المرأة. فكنقول لك اختي خديجة، الله عز وجل هو الذي خلق زوجك، هو الذي أخذه، فربنا عز وجل يفعل ما يشاء. وأكيد أنك تغلبتي من لما الزوج اللي كان هو ستر وغطاء، أكيد أن المال قل والمسؤوليات كثرت، وهذا كله عذاب وألم شديد. ثم أكبر من ذلك، المرأة الأرملة وبقى شابة صغيرة تكون عرضة للقيل والقال، وتكون هدفا لبعض المتسكعين. فنسأل الله تعالى أن يحفظك ويرعاك. كان بغي نقول لك أختي، حاولي ما أمكن أنك تجددين حياتك، وإن شاء الله تعالى إياك والعزلة، إياك والوحدة، إياك والانفراد، فإن الشيطان يتفرد بك، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. فحاولي ما أمكن أنك تندمجي وسط واحد المجموعة طيبة، إما عائلية أو صديقات أو شي جمعية أو شي عمل معين. ثم عددي النعم اللي أعطاك الله تعالى، ربي كبير سبحانه وتعالى، ما تخليش ضيق النفس والقلق والتوتر يغلب عليك. نحن لا نعيش في الدنيا إلا مرة واحدة، مرة واحدة فقط عندنا الحق في هذه الحياة، فلنعيشها طولا وعرضا، وكفى قلقا كفى حزنا، فلا شيء يستحق ذلك. أسأل الله تعالى أن يحفظك ويرعاك. نتحول إلى الرباط مع الأخت هند. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور بغيت نعاود لك، عندي واحد المشكل. مرحبا لاله هند. أنا يلا كتطلقت. لا إله إلا الله. تقريبا لي شي 3 شهور. الله الله الله. والمشكل ديالي أنا واحد سيد كان بغي يتزوج بيا من قبل. إيه؟ مهم كان كيتصل بيا وحيت ما بغيتوش، حيت تيشرب وكيسكر، وحيت ما بغيت ناخذو. إيه؟ ولا كيعيط لي في التليفون وكيهددني. لا حول ولا قوة إلا بالله. كيعيط لي في التليفون، قلت أنا مع راسي نسيس معاه بلاتي هي أحسن بلا ما نكبر المشكل. نعم. وعندي واحد التليفون كيسجل الصوت. لا إله إلا الله. مهم ومو أنا نيتي حسنة، لأن أنا هاد السيد اللي تزوجت بيه أنا اللي بغيته، يعني ما تفرجش عليا. نعم. ويما فسمعتك تسجيل ديالي وداك الشيء، فسمعتك تسجيل ديالي وتلبطلق، قالي حمتي ديالي. لا إله إلا الله. بغيت نقول لك دكتور طليت عليك، واش كتعتبر هذه خيانه زوجيه؟ وانا الله شاهد عليا بانني ما بغيتش نادي ولا ندير شي حاجه اللي خايبه. هادشي اللي بغيت نسولك. لا اله الا الله. وانا بصراحه كنت قريبه من الله بزاف، كنت اي حاجه كنطلبها له كنقول يا ربي انت اللي خلقتيني، انت اللي قاد بيا، بغيت تكتب لي شي ولد الناس اللي ما نتمحنش معاه. لا اله الا الله. هاد السيد اللي جاني ما كانت عندي معاه شي علاقة، ما حتى شي حاجة، شافني صافي وجا للدار، وانني كنت كنصلي وكنقوم بالواجبات ديالي الدينية ونتزوج صافي، تتعرف ان المرأة يعني كنعكزها للصلاة ومبقيتش كنصلي. ما شاء الله. واش ربي كتب عليا هاد الشيء ولا ما عرفتش انا غادي نتصدى؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ندير فراسي شي حاجة. الله يحفظك. إياك ثم إياك، إبليس كيمشي معك خطوة خطوة باش يوصلك النفق المسدود، ثم أنه كيبدا يفكر الإنسان يآدي نفسه. إياك ثم إياك. اختي هند، أول حاجة أنت بريئة. لماذا؟ لأن ربنا عز وجل أو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا إنما الأعمال بالنيات. أنت كانت نيتك حسنة
والمشكل ديالك ماشي لي وحدك، هذا مشكل عام. الكثير من الفتيات قبل زواجهن كيقدر يكون عندهم تعارف او كان عندهم خطبة وكتكون عندهم ربما علاقة معينة الله يغفر لنا جميعا، فحينما تتزوج كيبقى ربما شخص اخر يطاردها، اما بالهاتف كيلي كيطاردها بالصور، وكيلي كيطاردها بحساب في الفيسبوك، وكيلي عنده طرق متعددة. هذا بدا اول حاجة نداء للشباب، الا كنت كتعرف شي شابة وتزوجت اقطع صلتك بها، كفى، فهي ولات مرات الرجل. هذا الانسان مادم انه كان كيشرب وانه في اخلاق سيئه اكيد انه ما غاديش يحترم هاد التقاليد وهاد العادات، فهو زعم عليك. انت كان بامكانك المره الاولى توقفي عند حده، لكن خفتي انه حد كاين البعض لا يرتدع، كاين البعض لا يرتدع ملي كتوقفوا عند حده، هو كيزيد كيستعمل الهجوم وربما كيقدر يأديك في قعر دارك، فانت حاولت تديري التي هي احسن. ودابا المشكل ديالي ان الزوج ديالي حرمني، قال لي حرمتي صافي حرمتي هنيا، لا اله الا الله، دفع الطلاق، دفع دابا الطلاق، دفع الطلاق، لا اله الا الله، انني غير تجيني استدعاء ونمشي المحكمة. لا اله، هو اصلا اختي كبير جدا علي واعطيك ديك الحماقة يعني، لا اله الا الله. حاولي انك تقنعيه بان الذي وقع انت كنت مهددة. المشكلة انه ما واجهنيش، انا عيط الاب ديالي وعطاه، قال له عطاه داك التسجيل والعائلة ديالته، يعني ما كاينش اللي يتدخل بس بخيط ابيض ما شاء الله. انا عند الام ديالو كنقول لها يديها ورجلها، والله الا لا كان كيهددني وهذا وهذا، قلت لي لا صافي الله يعاوننا والله يعاونك. لا حول ولا قوة إلا بالله. حنا يالله حكينا القصة ديال أمنا عائشة رضي الله عنها، كانت بريئة واتهموها اتهام باطل وبقت أكثر من 40 يوم وهي متهمة، وحتى جاء برأها الله تعالى من فوق سبع سماوات. واش دكتور واش هذا الشيء يعني مقسموا لي الله أنه غادي نكتب عليها غادي تدوز عليا هذا الشيء؟ طبعا أختي، قال ربنا عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. كل حاجة مقدرة من عند الرحمن. نحن درجة لأن الأب ديالي قال له ميلا مت ما تخليوش تعري لي على المجهد ديالي. لا حول ولا قوة إلا بالله. كيشوف فيا بأنك تشوف أنني واحد الإنسان اللي خبيتها. أعوذ بالله. أعوذ بالله. أنا مشيت معززة مكرمة، مشيت بشرفي ودرت عرس وكل شيء، هو الزوج ديالي عارفني ما شاء الله، درجة أنني ما تنخرجش من الدار فقد يا رجل نتقد كماية الأب ديالي ولا الأخ ديالي باش يمشيوا معايا. لا إله إلا الله. ما كنخرجش بوحدي، عمري ما خرجت من جوج، ما خرجت بوحدي. لا إله إلا الله. يعني والأب ديالي أنها تصدم تيقول لك أنا كانت عندي أميرة في الدار، أنا بنت وحدة وسط الدراري. لا حول ولا قوة إلا بالله. كانت عندي أميرة، شنو ناقصها شنو هذا؟ ومع من غادي نهضر؟ مع من ما عنديش، مع من نهضر ما عنديش، مع من نعاود؟ ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. نقول لك دكتور يعني واش يعني أنني النية ديالي أنني كان هادي في التليفون يعني باش ما يوقعش المشاكل، باش ما واش ربي فيسمح لي ولا لا؟ الله عز وجل يسامحك، والله عز وجل ينظر ويسمع ويعلم كل التفاصيل وأعلم بالنيات. حتى لو كان الإنسان خاطئ، حتى ولو كان خاطئا، الله عز وجل من صفته الغفار والستار. الناس ما كيسامحوش، الناس ما كيرحموش، والمجتمع قاسي، ولكن الله تعالى غفور رحيم، خصوصا إذا كنت فعلا أنك بريئة، فالله عز وجل سوف يظهر براءتك في القريب العاجل. سيأتي يوم قريب الله تعالى يظهر براءتك، وإن شاء الله تعالى اللي أدوا كلهم كما وقع لأمنا عائشة لما أوديت، جاءوا كلها كيطلبوا من السماح، جاء والدها وجاء كل الصحابة اللي تكلموا فيها كلام سيء، وجاءت الأقارب كلهم وطلبوا منها السماح، والله تعالى أظهر براءتها في القرآن العظيم. ما شاء الله. لدرجة أنهم يقولوا لي ولو يقولوا لي في الدار يعني شوفي شكون اللي غادي يديك دابا، ما مشاوش البنات حتى بشرف، وما تمشي انت اللي متطلقة يعني ما عرفتش.
ما عرفتش انا وليت اي واحد يتزوج بيا وكل خدام عنده في الدار وما نبقاش في هذه الحاله. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. ان شاء الله تعالى اختي ربي غيفرج عليك، ربي غادي يفرج عليك في القريب العاجل. تابي هذا المستمعين كلهم يدعوا معايا. وانا كنتمنى هذا الزوج يكون في الاستماع، ربما قبل ما نمشيو للمحكمه نسمعوا القاضي والمستشارين ونسمعوا المحاميين والمتهمين غيتكلموا، ربما حنا في جلسه عموميه، في جلسه على الهواء مباشره. كنتمنى من ان هذا الزوج يكون في الاستماع، وكنتمنى من ان الوالدين ديالو والوالدين ديالك يكونوا في الاستماع، وكنتمنى ذاك المخطئ اللي كان سبب في هذه الاذيه يكون في الاستماع، وكل واحد منهم يعرف بانك بريئه براءة الذئب من قميص يوسف عليه السلام، وربي سبحانه وتعالى يظهر براءتك ويجمع شملك مع زوجك. هذا الزوج من اللي قال لك انت حرمتي عليا راه هو في الشريعة الإسلامية الآن في القانون ديال المدونة الجديدة راه لا يسمى طلاقا، لأن الطلاق لم يعد بيد الزوج وإنما هو بيد القاضي حتى يحكم القاضي، لأنه ولي الأمر. فأنت عندكم جلسات أمام القاضي. أنت يا أختي حاولي ما أمكن تكثري من الدعاء بين يدي الله عز وجل، وأمام القاضي سوف يظهر الله براءتك، وأتمنى من الله. دابا مشكلة أن قدام قال لي نطلقوا طلاق حبي، بديش نطلقوا طلاق حبي غادي نفهم سيدي بأنك خيانة. قلت له واش خيانة؟ واش لقيتي عندي في الدار؟ واش لقيتيني معاه؟ ما شاء الله. برا واش تليفون؟ علاشنو علاشنو يعني ما عطانيش فرصة أنني نشرح له. لا إله إلا الله. قلت له هادشي معايا وغير لا إله إلا الله. وأختي أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يبرئك كما برأ أمنا عائشة رضي الله عنها من فوق سبع سماوات. أسأل الله تعالى أن يظهر براءتك في القريب العاجل، وأسأل الله تعالى أن يلقي في قلب زوجك وعائلتك وعائلته وكل المقربين، يرزقهم في قلبهم الرحمة والمودة، وأن يسترنا الله جميعا يا ربي يا كريم. اللهم اجمع شملها، اللهم كلها وليا ونصيرا، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رحمن يا رحيم يا ودود يا كريم، اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تفرج على أختنا هذه. اللهم فرج عنها، اللهم أظهر براءتها، اللهم كلها وليا ونصيرا، واحفظها بما حفظت به القرآن العظيم، واجمعها مع زوجها بالخير والبركة والتيسير. وكنقول كل إنسان فعل خطأ فالله تعالى من أجلنا سمى نفسه الغفار، من أجلنا سمى نفسه الستار، من أجلنا سمى نفسه الرحمن الرحيم. أسأله تعالى أن يرحمنا جميعا وإياكم. أيها الأحباب الكرام، تعالوا بنا في ختام هذه الحلقة أن نتضرع إلى الباري جل علاه بالاستغفار، ونقول كما علمنا النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم أن نقول: اللهم إني أستغفرك من كل ذنب تبت إليك منه ثم عدت فيه، وأستغفرك يا الله من كل عمل أردت به وجهك الكريم فخالطني فيه غيرك، وأستغفرك يا الله من كل نعمة أنعمت بها علي فاستعنت بها على معصيتك، وأستغفرك يا عليم الغيب من كل ذنب أتيته في ضياء النهار أو في سواد الليل، في ملأ أو خلاء أو سر أو علانية. يا حليم يا حليم اغفر لعبيدك الضعيف. اللهم يا رب العالمين لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني.
اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إن حسناتي من عطائك وسيئاتي من قضائك، فجد بما أنعمت علي ما قضيت وامح ذلك بذلك. جللت أن تطاع إلا بإذنك أو تعصى إلا بعلمك. اللهم ما عصيتك حين عصيتك إسخافا بك ولا استهانة بعذابك، لكن لسابقة سبق بها علمك، فالتوبة إليك والمغفرة لديك، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. أستغفرك وأتوب إليك من كل ذنب أذنبته إليك ثم عدت فيه يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفرك يا الله من الذنوب التي تحل النقم، وأستغفرك يا الله من الذنوب التي تغير النعم، وأستغفرك يا الله من الذنوب التي تورث الندم، وأستغفرك يا الله من الذنوب التي تحبس القسم، وأستغفرك يا الله من الذنوب التي تمسك غيث السماء وتمحق النماء وتكشف الغطاء وتقطع الرجاء. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.